أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. النهاردة هنبتدي بإذن الله Lecture 5 in the Autonomic Nervous System، وهي متعلقة برضو بالChemical Transmitters والDrugs. كعادتنا هنبتدي كعادتنا هنبتدي بحل الأسئلة بتاعة المالتيبل تشويس كويشنز. فقلنا انها تبقى كل مرة على المحاضرة السابقة دي، على المحاضرة الرابعة في الاوتونوميك نيرفس سيستم. وقلت ان ده جزء اصيل من الفيديو، وان ده اكثر اهمية من سماع المحاضرات، لانه انت لازم نعرف الفيدباك، انت فهمت تعرف تجاوب ولا مش هتعرف. فالسؤال الاول كان regarding الاستايلكولين، هل هو الإجابة الصحيحة هو formed في cell body؟ لا، هو في النوبس. هل هو stored في granulated؟ لا، هو في clear vesicles. هل هو destroyed بالاستايلكولين استريزس؟ ولاحظ انهم اثنين، يبقى دي الإجابة الصحيحة C. noradrenaline is released at، طبعا احنا قلنا ان كل الموتور سيستم بيطلع استايلكولين ما عدا البوست جانجليونيك سيمباثاتيك، حتى دي لها اكسبشن، يعني في اتنين من البوست جانجليونيك سيمباثاتيك بيطلعوا استايلكولين. ده صعوبة السؤال، اللي هو البوست جانجليونيك سيمباثاتيك تو سويت جلانس بيطلع استايلكولين وتو بلاد فيسلز او سكيتال ماسل، وعليه النور ادرينالين هيبقى ريليزد فقط عند البوست جانجليونيك سيمباثاتيك تو ذا هارت، اللي هي بي. بي هي الاجابه الصحيحه مش ايه، لان البوست جانجليونيك سيمباثاتيك سويت جلاندز ده بيطلع برضو استايلكولين. يبقى الاجابه الصحيحه 2 بي فور بيبي. السؤال الثالث، ريسبتورز ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن ار سيميلر تو ريسبتورز ات. ده سؤال صعب، هنا انت لازم الاول تبقى فاهم ايه السؤال. الريسبتورز ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن عند السكريتال ماسل دي نيكوتينيك ريسبتور، فتكتب لنفسك فوق راس السؤال الريسبتور ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن دي، تحط عليها حتى حرف الان دي نيكوتينيك، تشوف مين من اللي تحت بقى نيكوتينيك مش ماسكارينيك، اللي موجودين عند الاوتوروميك جانجليا نيكوتينيك، يبقى دي الاجابه الصحيحه ايه. بينما اللي موجودين عند البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك تو ذا هارت او بوست جانجليونيك سيمباثيتك تو سويت جلاندز او تو بلاد فيسلز سكيتال ماسل، دول كلهم ماسكارينيك. يبقى بي سي دي دي اجابه خاطئه، لان الثلاثه دول بي سي دي دول ماسكارينيك، اللي زيها بالظبط اللي هي الاوتونوميك جانجلي، لان احنا قلنا يا اولاد ان ريسبتورز ار كلاسيفايد اكوردنج، اوعى تنساها، ده سؤال شافه مهم جدا مش السايت، according to sensitivity to drugs. فمين sensitive للنيكوتين زي النيوروماسكولار جانكشن؟ الاوتونوميك جانجلي هي اللي نيكوتينيك زيها. ده سؤال صعب انا عارف، زي ما بقول اذا ما شفتش الاسئله عمرك ما هتجاوب، لازم تبقى يعني تسمع الشرح حاجه وتشوف الاسئله دي حاجه اخرى. السؤال الرابع، استايلكولين is released at all these sites except، احنا قلنا الاستايلكولين هو الكيميكال ترانسميتر في الموتور سيستم with just one exception. بوست جانجليونيك سيمباثيتك، حتى قلنا البوست جانجليونيك سيمباثيتك عنده نور ادرينالين ما عدا تو اكسبشنز، بنقولهم 100 مره، سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. فبمعنى اخر هو بيقول لك قول لي الاستايلكولين ما بيطلعش فين؟ يعني مين اللي بيطلع بالعكس نور ادرينالين؟ وعليه الاجابه الصحيحه هتبقى البوست جانجليونيك سيمباثيتك تو ذا انتستين، لان البوست جانجليونيك سيمباثيتك لكلهم نور ادرينالين ما عدا السويت جلاندز وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل، انما نيورو ماسكولار جانكشن بيطلع عندها استايلكولين عند السكيتال ماسل. كل البري جانجليونيك سيمباثيتك وبارا اديام الله بتطلع استايلكولين. نمره دي، كل البوست جانجليونيك سيمباثيتك للسويت جلاندز والبلاد فيسلز وسكيتال ماسل استايلكولين. مين بقى ما بيطلعش عنده استايلكولين؟ اللي هو رايح الانتستين. يبقى الإجابة الصحيحة هي C for cat. Regarding the muscarinic receptors all are correct except، ده سؤال برضو صعب شوية، هل هي stimulated
بالانتيكولين استريزس طبعا، لان الانتيكولين استريزس هيمنعه تكسير الانتي الاستالكولين، وعليه الاستالكولين ده بيشغل نيكوتينيك والمسكارينيك، فهيشتغلوا بالانتيكولين استريزس اللي هي قلنا الاندايركت. ما احنا قلنا المسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتورز بيشتغلوا بطريقتين، دراج مشابه ومطابق للاستالكولين اللي هو النيكوتين سمول دوز في حاله النيكوتينيك، والمسكرين في حاله المسكرين. دي طريقه دايركت، لان النيكوتين سمول دوز على النيكوتينيك بيشتغل زي الاستالكولين، والمسكرينيك على المسكرينيك بيشتغل زي الاستالكولين. وفي طريقه اندايركت انك انت تشغله بالاستالكولين نفسه، ازاي تمنع تكسيره فكميته تزيد فهو يشغله. طب مين اللي بيكسره؟ الكولين استريزس، يبقى تدي انتي كولين استريزس. يبقى المسكارينيك دراجز دي صح، هو طالب الغلط هنا لاحظ. سؤال بي، ار بريزنت ات اول بوست جانجلونيك باراسمباثيتك نيرف اندينجز، صح كل البوست جانجلونيك باراسمباثيتك مسكارينيك موجوده عند السويت جلاندز، طبعا السويت جلاندز دي بوست جانجلونيك سمباثيتك عندها استالكولين. ار بريزنت ات اول بري جانجلونيك باراسمباثيتك نيرف اندينجز، لا اللي عند الجانجليا ده مش مسكارينيك ريسبتور، ده نيكوتينيك ريسبتور. يبقى هو طالب الغلط، يبقى الاجابه اللي مطلوب تطلبها هي دي. انا عارف ده امتحان تقيل، بس زي ما بقول يا اولاد اللي هيجرب معايا يسمع الشرح كويس ويجاوب الاسئله لا ينتظروا غير الاكسلنس، ياخد اكسلنت، لان اللي اتمرن في هذه الاسئله اي اسئله تانيه هتبقى بالنسبه له هيبقى مده الامتحان طويله قوي. وزي ما قلنا هنجرب امتحان اوتونوميك باذن الله، وامتحان انتروداكشن، وهكذا كل واحد وامتحان عام. يبقى الاسئله A C for cat، 2 B for baby، 3 A for alpha، 4 C for cat، 5 D for daddy. ده كان الجزء الاول اللي هو المالتيبل تشويس كويشنز. طيب نعود بقى يا شباب تاني. كان احنا عندنا ما كملناش البلوكرز بتاعت الريسبتورز اللي هم كولينرجيك ريسبتورز الاول تاني، عشان استعاده كده في دقيقه بس عشان ندخل في المود. كنا قلنا الجمله الاساسيه نمره واحد، اسمع معايا توكل على الله نبتدئ. ان الريسبتورز افتكرها دي ما حييت، ار كلاسيفايد اكوردنج تو ايه، هيسالك في الشفوي، تو ذير سنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز او كيميكلز. فالريسبتور اللي حساسه للاسيتايلكولين سميناها كولينرجيك ريسبتورز، ودي برضو بتنقسم حسب الحساسيه او لدرجة اخر الى نوعين. اللي حساس للنيكوتينيك سميناهم نيكوتينيك ريسبتور، وهي بتشمل اهي قصادك، هعيدهم تاني بسرعه، اول نيوروماسكولار جانكشن عند السكيتال ماسل، وأول جانجليا. حتى قلنا هنا فين بالظبط، قلنا على السكيتال ماسل، وهنا فين بالظبط على رؤوس البوست جانجلونيك. يبقى النيكوتينيك اول عند اول نيوروماسكولار جانكشن، اللي هي ساعات حتى يسموها موتور اند بليت، لانه ده الموتور نيرف، ده الاند بتاعه موجود في بليت اهو طبق، فليها اسمين نيوروماسكولار جانكشن او موتور اند بليت، all neuromuscular junction او motor end plate، وتاني مكان all ganglia. طب قلنا سؤال داخل سؤال، فين عند neuromuscular junction او motor end plate؟ على skeletal muscle. فين في الجانجليا؟ على رؤوس البوست جانجلونيك نيرون. يبقى النيكوتينيك all، بينما المسكارينيك موجوده في حتتين، ما احنا قلنا رقم السعر في الاوتونوميك 2 8. all organs supplied by post جانجلونيك para اهي، وتو اكسبشنال بس اورجان سبلايد بالبوست جانجلونيك سمباثيتك، سويت جلانز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. يبقى انا عاوز برضو نفهم اكتر، يبقى الاربع مواضع دول كلهم بيشتغلوا بالاستالكولين، فكلهم كولينرجيك ريسبتورز، بينقسم الى نوعين. الاثنين اللي حساسين للنيكوتين سمول دوز اسمهم نيكوتينيك، والاثنين اللي حساسين لعقار المسكرين اسمهم مسكرين، بس الاربعه الاستالكولين بيشغلهم، عشان كده كلهم كولينرجي. يعني كان
الاستالكولين بتشبيه طفولي ده ماستر كي بيفتح الاربع اوض دول. النيكوتينيك يفتح الاثنين اللي فوق بس نيكوتين سمول دوز، والماسكارين يفتح الاثنين اللي تحت بس. يبقى الاستالكولين يفتح الاربعه، اثنين يشتغلوا بالنيكوتين واثنين يشتغلوا بالماسكارين. يبقى تاني التقسيمه حسب ايه؟ اسمعها منكم. سنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز، بس كلهم حساسين للاستالكولين يبقى كلهم كولينرجيك. الاثنين دول حساسين فقط للنيكوتين سمول دوز يبقى دول نيكوتينيك. الاثنين دول حساسين فقط للماسكارين يبقى دول ماسكارينيك. وده اللي جابوا لنا سؤال، قال لنا انهي ريسبتور مشابهه لبتاعت نيرو ماسكولار جانكشن نيكوتينيك زيها، حساسه نيكوتينيك زيها، يبقى هي دي اللي موجوده في الجانجليا. لو جاب لك نفس السؤال بس ما جبناهوش، انهي ريسبتور حساسه اللي موجوده على الاورجان بتاعت البوست سمباثيك، يبقى الاثنين بتوع السمباثاتيك اللي بيطلعوا السالكولين اللي هم سويت جلانز وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل. من اصعب الاسئله بس بردنا عليها. طيب قلنا انه الدراجز الريسبتور زي اللوك والدراج زي الكي اللي هي اللوك كي ثيوري. فقلنا المفتاح المشابه والمطابق هنسميه ستيمولانس. المفتاح المشابه وليس مطابق، يعني يدخل في الريسبتور مشابه فدخل في الريسبتور لكن مش مطابق مش هيشغل، ده بالعكس منع دخول المفتاح الاصلي يبقى بلوكرز. يبقى قلنا معلومه تاني قيمه جدا في علم الادويه، ان اتجاه الريسبتورز اي ريسبتور في الجسم، ده كمثال هنا الادويه تنقسم الى نوعين، اي ريسبتور الادويه اللي تشتغل عليه نوعين، يا تشغله تبقى ستيمولانس يا اما تدخل جواه بس مش مطابقه للمفتاح الاساسي هتمنع دخول المفتاح الاصلي يبقى بلوكر. احنا كنا قلنا الستيمولانس ان النيكوتينيك ريسبتور سموها لينيكوتينيك لانها حساسه للنيكوتين سمول دوز، والماسكارينيك ليه سموها ماسكارينيك لانها حساسه للماسكارين، حتى قلنا الماسكارين ده توكسيك وهنستخدم بداله البايلوكاربين. طب ده الدايركت، طب هل ممكن تشغلهم بطريقه اندايركت؟ اه جبناها سؤال. انا بقول لك تمام الاسئله بتخدم انك انت لو منعت هم كلهم بيشتغلوا الاستالكولين، امنع تكسيره فكميته تزيد يشغلهم لك، بس دي تبقى اندايركت، انت ما جيتش جنب ريسبتور، انت جيت جنب الانزيم بواسطه الانزيم. حتى شايف رسم لك الانزيم سهل اهو، سهل اهو بيكسر الاستالكولين، انت بواسطه الانزيم ده فالاستالكولين مش هيتكسر فيشغله، اللي هم الانتي كولين استريزس واللي قلنا ان هم نوعان. نبتدي بقى الكلام الجديد النهارده وهو البلوكرز، وهي الاهم يا شباب، يعني حتى هو اديني كاتب لك على البلوكرز مهم جدا. البلوكرز اهم من الستيمولانس بكتير، ليه؟ لان هم استخداماتهم في الطب اكثر وعليه في الامتحان اكثر. يبقى الاهميه بتيجي من الطب مش من الامتحان، الطب ده هو الاساس، الامتحان بيخدم الدراسه الطبيه. طيب هنشوف بقى، وعندنا هنا فقرات معلومات عامة لطيفة خالص حب أقولها لكم. هناخد أول مجموعة من الأدوية اللي هي الأدوية اللي بتقفل الماسكارينيك ريسبتورز، ماسكارينيك بلوكرز أهي. يبقى بتقفل مين؟ ما بنزهقش. الرسمة رائعة وبقول الرسومات حصاد السنين. بتقفل all organs supplied بالبوست جانجرينيك بارا، كل الأورجانز سبلايد بالبوست جانجرينيك بارا، وتو أورجانز بس سبلايد بالبوست جانجرينيك سمباثيتك لانهما بيشتغلوا برضه بالاستالكولين اللي قلناهم دي 10 مره. سويت جلانز وبلاد فيسلز، الكلام على البلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. فدول يسموهم ماسكارينيك بلوكرز. يبقى الماسكارينيك بلوكرز بيقفلوا مين؟ ماسكارينيك ريسبتورز من اسمهم اللي هم فين؟ كل البارا، كل الاورجان سبلايد بالبوست جانجرينيك بارا، والاثنين الاكسبشن اللي هم سبلايد من بوست كونجرينج سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسلز كيتا ماسل. طيب فكر معايا بهدوء، سؤال مهم جدا دلوقتي. لو انا خدت العقار ده من سيدار اكثر؟ هيقفل، انا هقولها تاني، كل الاورجانز بتوع البارا كلهم وتو اورجانز بس سمباثيتك. يبقى جاوبني انت، انا سامعك، بيقفل كل البارا اثنين سمباثيتك، يبقى طبعا مين اتخرب بيته مع الاعتذار في التعبير؟ البارا.
فعشان كده سموا المجموعة دي باراسيمباثوليتيك، يعني محطم البارا. ده بيوقف كل البارا، بس يبقى فاهم بيوقف اتنين زيادة في السيمباثاتيك تصادف انهم بيشتغلوا زي البارا بمادة الاستايل كولين، فعش كده سموهم باراسيمباثوليتيك. بس تبقى فاهم والمعنى في بطن الشاعر انهم بيقفلوش البارا بس، اقولها بتعبير دقيق، بيقفلوا البارا اساسا كل البارا واتنين سيمباثاتيك. ومن اشهر عقار فيهم بقى، شوفوا النهارده في البلوكرز يا اولاد فقره معلومات عامه، هناخد ثلاثه من اشهر واقدم الادويه في الطب، عشان كده انت لسه ما خدتش فارماكولوجي عليك في الفيزيولوجي. يعني لو قلت لي عاوز احفظ ثلاث ادويه بس في الاوتونوميك، هم الثلاثه دول. اول واحد فيهم بقى اللي هو الاتروبين. يبقى الاتروبين ده باراسيمباثوليتيك ماسكارينيك بلوكر، بيقفل كل الماسكارينيك اللي بيدور اكتر البارا، فسموه باراسيمباثوليتيك. في فقر المعلومات العامه عشان تعرف اهميه العقار ده. العقار ده نجح في استخلاصه راجل اسمه مين، الراجل اسمه مين، سنه 1831 من جذور نبات اسمه الداتوره. عارف الداتوره؟ لما يقول لك واخد داتوره يعني مسطول، لكن بيتم استخلاصه الان من نبات اخر اسمه اتروبا بيلادونا، اتروبا بيلادونا، وعشان كده اسمه اتروبين لانه بيطلع من اتروبا بيلادونا. طيب انا بقى عاوزك تحب الادويه، يعني ما ينفعش ما تعرفش الاتروبين ده. اكتر من 14 استخدام في الطب، مش عليك، بس اقولهم لك عشان تفهم لسببين. اتنين معلومات عامه، اولا بتيجي اسئله في الام اس كيو اندايركتلي. مفيش عمليه جراحيه بتجرى النهارده في العالم، الا ما قبل ما يدخل اوضه العمليات يدوله حقنه اتروبين. تقول لي ليه؟ نفهم. العيان بيقول لك يا دكتور انا خايف من البنج. ليه؟ خايف على قلبي وخايف على نفسي، اللي هم الحياه مرتبطه بالنبض والنفس. مين بيبطئ القلب؟ البارا، بيعمل سلوينج اوف هارت ريت. مين بيعمل برونكو كونستريكشن ويخنق الانسان ويزود حتى السكريشن؟ البارا. فالعيان حتى بالفطره بيقول لك انا خايف من البنج على قلبي وخايف على نفسي. من يبطئ القلب ويعمل برونكو كونستريكشن؟ بارا. يبقى عشان ما يحصلش الكلام ده في اثناء العمليه لازم تدي بارا سيمباثوليتيك، اللي هو مين؟ اتروبين، اشهر عقار معروف. ما بقول لك كل الناس اللي بتعمل عمليات النهارده في كل حته في الدنيا بدات العمليه باتروبين. طب سؤال ام اس كيو بقى لطيف. العيان ده لو التكييف اتعطل في اثناء الاوبريشن، البارا ما بيقفلش، الاتروبين ما بيقفلش بس البارا، بيقفل كمان السويت ايه؟ جلانس. يبقى العيان ده هو الوحيد اللي مش هيعرق. الهيئة التطبيب او التمريض بتعرق كلها، انما العيان واخد اتروبين مش هيعرق، مفيش هيت لاس. يبقى حرارته هيحصل لها ايه؟ يعني لما بيفقدش حراره حرارته تزيد، يطلع عنده اتروبين فيفر. سؤال ام اس كيو لطيف جدا، لان الاتروبين ما بيقفلش بس البارا اللي انت عاوزه، انما كعرض جانبي كسايد افكت ما تقدرش تتفاداه بيقفل السويت جلانس، دي الاهم حتى من البلاد فيسلز في مصر. فلو التكييف اللي بيخلي الجو معتدل في الاوضه اتقطع، كل الناس هتعرق ما عدا المريض، يبقى المريض حالته ترتفع. اسئله صعبه جدا بس جميله جدا، لن تفهم طب الا لو فهمت اوتونوميك. تاني استخدام، واحد يقول لي كل الناس بتعمل نظارات في العالم، احنا دلوقتي انت عندك ضعف في النظر عشان فهنعمل لك نظاره. طب احنا عاوزين نشوف ليكون العيب في قاع العين. طب يبقى لازم نفحص قاع العين. بنفحص قاع العين من خلال ايه؟ من خلال الحدقه البيوبل. يبقى عشان افحص قاع العين كويس واتاكد ان السبب ما هوش مرض في قاع العين، انما مجرد خلل في انحراف الضوء عندك قصر نظر او طول نظر، لازم قبل ما اعمل نظاره افحص قاع العين، اتاكد ان قاع العين سليم. افحصه من خلال البيوبل. طب عشان افحصه كويس لازم اوسع البيوبل، اعمل بيوبل دايلتيشن. مين بيضيق البيوبل؟ البار، بيعمل بيوبل كونستريكشن. يبقى عشان اوسع البيوبل
وافحص قاع العين لازم اوقف البارا، لازم احط قطره عباره عن بارا سمباثوليتيك اللي هو اتروبين. الاطفال بيجي لها مغص، وانت طفل جالك مغص، مين بيشغل امعاء صديق الجهاز العصبي يشغلها؟ ولو شغلها جامد يحصل مغص البارا، عشان كده ادويه المغص بتحتوي بارا سمباثوليتيك اللي هي اتروبين. هيجي لكم في كيس بتيجي هنا وبتيجي عندكم دلوقتي هناك، ان عيان خد مبيد حشري فجأة، يعني خطا شم مبيد حشري خطا، او ايفن مبيد بشري اللي هو مين بقى فاكرهم، اللي هو الانتيكولين استريزيس، فاكر الريفيرسبل انتيكولين استريزيس. فجالنا العيان طبعا ان الاستالكين ما بيتكسرش، الاستالكين بيشغل بارا، هيبطئ القلب هيوقفه، هيخنق العيان هيعمله برونكو كونستريكشن. يبقى ما هو علاج ال بيستيسايد بايزنينج ده؟ حاله هتجيلكم اي عيان عنده تسمم بالمبيدات الحشريه اللي هي بتعمل ايه؟ بتبوظ الكولين استريزس، لانها انتي كولين استريزس ايريفيرسبل. فالاستالكين يزيد هيشغل البارا هيقتل عيان، يبقى نقفل البارا، يبقى لازم اديله بارا سمباثوليتيك اللي هو اتروبين. الاربع استخدامات اللي قلتهم دول يا شباب لو ما سمعتهمش زي الزملاء اللي بيشرحوا بدون استخدامات بدون قصه هتجاوب ازاي؟ اشهر عقار بيوقف البارا في العالم بارا سمباثوليتيك مسكارينيك بلوكر، تحفظها من اليوم والى اخر الحياه، اتروبين من سنه 1831 من نبات اسمه اتروبا بيلادونا، او بيجيبوه من جذور الداتوره، تبقى عارف كلامنا. والرسمه هنا رائعه ان هو وقف البارا ده وانت عاوزه. ايه العرض الجانبي يا شباب؟ ان غصب عنك بيوقف السويتنج، وحكيت لك القصه وخدت اربع استخدامات، تقدر ترجع الفيديو لكن هقولهم في عجاله. جميع العمليات العيان بياخد اتروبين، فحص قاع العين لازم قطره اتروبين، المغص بناخد اتروبين. الاهم بقى عندك في الام اس كيو ان اي عام متسمم بالبيستيسايد بويزنينج بمبيد حشري اللي بيبوظ الكولين استريز اللي بيزود الاستالكين لازم توقف عمل هذا الاستالكين، تقفل له البارا تدي اتروبين. ده كان اول دراج مهم في الطب من اهم ثلاث ادويه تاخدها دلوقتي. ننتقل ده الماسكارينيك بلوكر، ناخد النيكوتينيك بلوكر فوق اللي بيقفله النيكوتينيك ريسبتور. طالب ذكي قال لي النيكوتينيك ريسبتورز ما فهمش تجانس، قلت له يعني فهمني، قال لي في جزء منهم الجانجليا ودي تابع الاوتونوميك، اوتونوميك جانجليا، والجزء الثاني ده نيورو ماسكولار جانكشن ده سوماتيك. فعشان كده النيكوتينيك بلوكرز بتنقسم حسب التخصص الى نوعين، أدوية متخصصة تقفل النيورو ماسكولار جانكشن اتصال العصب بالسكيليتال مصل، أو تقفل زي ما قلنا إيه موتور اند بليت، وفاهم جه منين الاسم ده، الموتور نيرف ده الاند موجود جوه صحن أهو، فيسموه موتور، امشي معايا بالكلمة موتور اند نهاية الموتور نيرف في بليت، يقفل موتور اند بليت، ويسموها نيورو ماسكولار بلوكرز، نيوروماسكولار بلوكرز. واشهر عقار في العالم اللي هو الكوراري، وتعالى احكي لك قصته، بحكي ليه؟ عشان نثبت المعلومات. زائد زي ما بقول يا اولاد المعلومات العامه دي مهمه جدا، اقول لكم حاجه كده في عجاله، الناس اللي فاكره المعلومات دي حاجه زياده، المعلومات دي الاساس في الحياه. الانسان في عجاله مر بالعصر الحجري وبعدين الثوره الصناعيه، عارف احنا النهارده فين؟ احنا في العصر المعلوماتي او الثورة المعلوماتية. فمن يمتلك المعلومات يمتلك سيادة العالم، اي من يسود العالم هو من يمتلك المعلومات. شوف بقى اكتر دولة بتسود العالم، واديك عرفت ليه، بسبب ان عندها اكبر كم معلومات، وكتبت عنها قصيدة، اسف مقالة، وضحت فيها الحكاية بالظبط ليها، احطها لكم على الفيسبوك في اواني. معلومات مهمه جدا. يبقى اتعلمنا الاتروبين،
واحد من اشهر ادويه في الطب، دواء تاني لا يقل شهره اسمه كوراري. الكوراري ده كان سير والتر في سنه 1596 راح زار امريكا الجنوبيه اللي هي فيها، انتوا عارفين اقول لكم برضو في المعلومات العامه، معظم الادويه بتطلع من التروبيكال زون اللي هي نباتات المناطق الحاره، على وجه التحديد الامازون اللي هي عندنا تحتنا هنا في البرازيل واكوادور وكولومبيا وبيرو والكلام ده كله وبوليفيا والكلام ده كله. الراجل ده لما راح ده اول سلاح استخدمه الانسان اللي هو الكوراري ده، لقاهم عندهم اسهم السهم بتاعهم حاطين فيه سم اللي هو الكوراري ده، بيعمل ايه؟ ده نيورو ماسكر بلوكر، بيشل مين؟ العضلات الاراديه بما فيها عضلات التنفس. فطبعا لما واحد يقف كل عضلاته بما فيها عضلات التنفس لانها اراديه، واحد يقول لي عضلات تنفس اراديه؟ اه تحب اثبت لك اهي، تحب اشغلها لك اكتر عشان اثبت لك انها اراديه اهي، تحب اوقفها لك اهو، اديني وقفت نفسي. فده اول سلاح استخدمه الانسان ضد الطيور الجارحه والحيوانات الضاريه، يروح حاطط الكوراري في السهم ويرشق الطير الجارح في السماء او الحيوان الضاري بالسهم اللي فيه كوراري، فيشل له كل عضلاته بما فيه عضلات التنفس فيموت مختنق. وطبعا كانوا بيستخدموها ضد الاعداء، ضد البشر، ضربوا اعدائهم بسهم فيه كوراري يشل وموته. طب واحد قال لي طب احنا بندرسه ليه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ هو ده دواء؟ طبعا. بقول لك مفيش عمليه بتجرى النهارده في اي حته في العالم الا ما العيان ياخد اتروبين عشان نوقف البارا، باراسمباثوليتيك يسموه حتى الاتروبين اللي قلناه كيميكال باراسمباثيكتومي، يعني بيقطع البارا كيميائيا عشان القلب ما يبطئش في اثناء العمليه والشعب ما تدقش، ما فيش برونكول سيكشن، وحتى يقلل اللعاب، ما هو اللعاب ده باراسمباثيك يعني ياخد اتروبين. طب افرض انا هعمل عمليه بقى، يبقى عمليه ادوني اتروبين بس العمليه في الابدومن، يبقى عشان انت فاكر لما اقطع الابدومن، يعني نفكر مع بعض اهو، دو بليف ان انا لو فتحت في الابدومن كده اقدر ابعد جدار الابدومن وادخل اشتغل؟ لا، العضلات قويه جدا. لو ايدي لا قدر الله كسرت وعاوز ارجع البون، طب العضلات بتمنعني من كده فعاوز اشل العضلات، يبقى في عمليات الابدومن وفي عمليات العض لازم العضلات تبقى مشلوله. فالعام بعد ما ياخد اتروبين عشان البارا ما يبطئش قلبه ما يخنقوش يدوله كمان كوراري. واحد يقول لي بس ده هيوقف التنفس. اه ما احنا بنفكر، اي عام بيديله كوراري بنحطه تحت جهاز تنفس صناعي لحد ما تاثير الكوراري والعمليه تخلص، وعندنا ادويه تريفيرس تعكس تاثير الكوراري. يعني عندنا الادويه دي وانت فاهمها كويس قوي، الكثره تغلب الشجاعه، ندي حاجه تمنع تكسير الاستالكولين فالاستالكولين يطرد الكوراري ويشغل عضلات، بس مش هندخل في التفصيلات دي. يبقى ادويه مهمه جدا. يبقى كل العمليات الجراحيه اللي بتجرى النهارده في كل حته في العالم بيدعوا عن اتروبين. ليه؟ لثلاث اسباب اساسيه. احنا خايفين من البارا في العمليه، خايفين يبطئ القلب، بارا بنقفل البارا بالاتروبين، باراسمباثوليتيك كيميكال باراسمباثيكتومي، بس بيقفل كمان السويت جلانس، عشان كده لو التكييف عطل انا الوحيد اللي مش هعرق العيان، يحصل لي حرارتي ترتفع. عجبها لكم سؤال باذن الله. طبعا بيعمل عمليه في الابدومن، انت لما تقطع كده المصل لا يمكن تبعد الا اذا اتشلت، مكسوره ما تقدرش تصلح البون الا اذا عضلات اتشلت، يبقى تديله كوراري بس تحطه تحت جهاز تنفس ايه؟ صناعي. قلنا سير والتر اول واحد فهم هذا الكوراري في لقافي جنوب امريكا الجنوبيه في سنه 1896، ولقى كل ترايب يعني كل قبيله عندها طريقه معينه ريسيبي تحضر بيه ماده الكوراري، وتحطه في الاسهم ضد الطيور الجارحه والحيوانات الضاريه وضد البشر يموتوا بعض. دلوقتي ليه استخدام طبي كوراري. طيب تقل ثالث نوع اللي هو الجانجلوني بلوكر،
ادويه بتقفل الجانجليا. خلاص، هي زي مين يا شباب؟ اشهر ادويه بتقفل الجانجليا اللي هي نيكوتين لارج دوز. ما انت ما تنساش ده سؤال مهم جدا. نيكوتين اس سمول دوز ده ستيميليتس، خدناه تبع الاستيميلانس اهي اوريها لك اهي. نيكوتين سمول دوز كان تبع الاستيميلانس فوق، انما نيكوتين لارج دوز ده بلوكر، ودواء تاني اختصاره تترا ايثايل امونيوم اللي هو تي، لما تكتبه يبقى تي. هنا بقى برضه فقره معلومات عامه، ما احنا محاضرات جامعه مش كتاب. اظن النيكوتين ده يمكن اشهر عقار في العالم اللي هو السجاير، يعني من اوراق التبغ. يعني تعالى السجاير اللي عامله لنا مصيبه على مستوى العالم، اهم كانسر قلت لكم بيموت الكانسر لانج في العالم، سببه 85% مدخنين. تعال احكي لك قصه النيكوتين فقر معلومات عامه، بس مش هعيدها، لو عاوز تعرف الاعاده بعيدها تاني انت الشريط. مر النيكوتين ده اللي هو في اوراق التبغ بخمس مراحل. اول مره العالم المتحضر عرف النيكوتين كان لما كريستوفر كولومبس راح في امريكا في سنة 1492، في اكتوبر 1492. عارف الهنود هناك ادوله ايه؟ ادوله اوراق النيكوتين، فرجع بيها بالنبات ده وزرعه في كل اوروبا. دي اول مرحلة في المراحل الخمسة. ثاني مرحلة سنة 1560، راجل اسمه نيكوت اللي هو منه خدوا كلمة نيكوتين، اسمه نيكوت، راجل برتغالي، بعت الباودر بتاع النيكوتين لكاثرين ملكة فرنسا في باريس، كان عندها صداع نصفي وجاب نتيجة رائعة، ضاع لها الصداع النصفي، فعرفوا انه ممكن يستخدم كعقار نيكوتين. سنة 1000 ده هو بعت لها الباودر بس بتاع، لكن ما يعرفش ايه المادة الفعالة فيه. سنة 1828 اتنين ألمان، كارل ويلهل، استخلصوه وعرفوا ادي المادة الفعالة في الباودر، هي مادة نيكوتين اللي سموه حسب نيكوت البرتغالي اللي بعت يعالج ملكة فرنسا. اول مرة العالم يدخن كان في نورث كارولينا هنا في امريكا الشمالية، في امريكا راجل اسمه واشنطن دوك، جاب عنده 300 هكتار، يعني الهكتار اكتر من فدان شوية، زرع النبات وابتدى يعمل سجاير لف، يعني يلفوها بالايدين. ده كان اللي هو الراجل ده اول السجارة عملها. في بعد كده في سنة 1881 راجل اسمه جيمس بونساك عمل مكنة للف السجاير، وده خلينا مصيبة من سنة 1881 بقى العلم السجاير اللف اللي هي اكبر كارثة بعد السولار ريز، بعد أشعة الشمس في الألترا فايلت بتضير بالإنسان. أدي يا شباب قصة نيكوتين، أدي قيمة المعلومات العامة. يبقى حتى في محاضراتنا بنعتبر نحن جامعة مش أطفال. إنما واحد يدخل زميل فاضل يقعد يقرأ مع الطلبة، إيه الكلام ده؟ وفي الآخر الطلبة حتى مش عارفين الدراجز، مش عارفين المعلومات المهمة. طيب طالب قال لي انت حببتنا في الاتروبين، حكيت لنا قصة استخداماته، حببتنا في الكوراري، ما تحببنا شوية في الجنجلونيك بلوكرز، يعني احكي لنا عنها شوية استخداماتها. هقول لك حاجة، في ورم يا شباب بيحصل في الادرينا ميدالة، خلاص، فالعين يطلع عنده كمية ادرينالين ونورادرين كتير، 80% من افراز الادرينا ميدالة ادرينالين، وقلنا ليه سموه ادرينالين لانه ادرينال جنب الكلية، و20% نور ادرينالين. طب عايزين نعالج العيان ده، طبعا قديم نور قديم بيخلي العيان متهيج وسكره يعلى، انه بيعمل جلايكوجينوليسيس بيعلي السكر، وبيبقى يحصل له هايبرتنشن وضغطه عالي وستريس ومتضايق جدا. طب نعالجه ازاي؟ عاوز واحد فاهم طب. الادرينال ميدالة دي قلنا كونسيدر جانجليون، فاكر؟ موديفايد سمباثيتك جانجليون، هنقولها في اخر محاضره باذن الله، المحاضره القادمه. يبقى تعامل معامله الجانجليون، يعني ايه؟ يعني عاوز تقفل افراز الادرينال نور ادرينالين تدي العين جانجليونيك بلوكرز. اللي هم مين الجانجليونيك بلوكرز؟ ما تلخبطش، ده لوحده سؤال.
فين الكلمة المهمة؟ مش نيكوتين، نيكوتين لارج دوز، لأنه سمول دوز استيميليتس، اللي سمول دوز بيستيميليت، اللي بيبلوك هو اللارج دوز. أو التترا إيثايل أمونيوم اللي هو اختصاره تي. طالب قال لي طب ما تحفظها لنا بطريقة لطيفة، أقول لك. عيان متهيج وضغطه عالي وسكره عالي وستريس، تعالجه بإيه؟ هقولها في مزاح. سيجارة وفنجان شاي، بس لا السيجارة سجارة ولا فنجان الشاي فنجان الشاي. السيجارة كنت أقصد بيها تروق مزاجه بسجارة وفنجان شاي، السيجارة أقصد بيها نيكوتين لارج دوز، والفنجان الشاي أقصد بيه تترا إيثايل أمونيوم، تترا إيثايل أمونيوم. النهاردة يا أولاد عرفتوا أشهر وأقدم ثلاث أدوية بتواريخهم في الطب، تعلمتهم صح. الثلاث ادويه دول اللي بيوقفوا الاكشن والاستايلكولين بيسموهم، وده سؤال مهم جدا هو كاتب لك عليه، البلوكرز اسيتايلكولين انتاجونست، اسيتايلكولين انتاجونست. فاضل نقطتين مهمين جدا لازم تعرفها. نقطه للطلبه الممتازين، ان كل الاستايلكولين انتاجونست اللي هم اشهر ثلاثه، اتروبين اللي هو بارا سيمباثوليتيك اللي هو بيقفل كل الماسكارينيك كل البارا واثنين فوق البيعة سيمباثاتيك، والكوراري اللي هو نيوروماسكار بلوكر، والنيكوتين لارج دور وتترا ايثايل امونيوم اللي هو جانجليونيك بلوكرز، كل دول بيعملوا ايه؟ بص الكلمة مهمة هيك، ايه they prevent the action and not the formation of acetylcholine. هما بيمنعوش تكوين الاستايلكولين، قلت لك نظرية الكي اند بلوك، بيدخلوا في الريسبتور بتاع الاستايلكولين وما يشغلوهوش، يمنعوا دخول الاسيتايلكولين اللي هو المفتاح الاصلي، يبقى هما ما منعوش تكوين، منعوا عمل الاسيتايلكولين، دي بريفنت ذا اكشن اند نوت ذا فورميشن. طيب دي للممتازين. طب للاوائل بقى معلومه ما يعرفهاش كثير من الزملاء، انا عارف انهم بيسمعوني يتعلموا. في النيكوتينيك بلوكرز دول نفس نوع الريسبتور، حتى جبتها لكم سؤال، ده نيكوتينيك وده نيكوتينيك. الكوراري متخصص اكثر في انه يغلق النيوروماسكولار جانكشن بقوه، لكن في نفس الوقت دي نيكوتينيك ودي نيكوتينيك. الكوراري عنده ويك جانجليونيك بلوكر اكشن، يعني ممكن بيقفل الجانجليا بضعف، بس هو اساسا بيقفل النيوروماسكولار جانكشن، واظن انت عرفت المعلومه الثانيه. وكل الجانجليونيك بلوكر اللي هم السيجاره والفنجان الشاي، نيكوتين لارج دوز وتترا ايثايل امونيوم، نيكوتين لارج دوز بتطلع من يقفلوا الجانجليا بقوه، لكن دي نيكوتينيك ودي نيكوتينيك، ويقفلوا النيوروماسكولار جانكشن بضعف. ليه؟ لان هما الاثنين نفس نوع ريسبتور، نيكوتينيك ريسبتورز. فده متخصص اكثر، كولاري متخصص اكثر وليس فقط في نيوروماسكولار جانكشن، نيوروماسكولار بلوكر، لكن عنده ويك جانجليونيك بلوكر اكشن. طب ودول الجانجليونيك بلوكر متخصصين اكتر في الجانجليا، لكن يقفلوا النيوروماسكولار جانكشن بضعف. دي معلومه ما علمهاش عدد من الزملاء، خلينا نقول الاصغر سنا اللي عارف انهم بيسمعوني واحب يسمعوني ويتعلموا وياخدوا معلومات تاريخيه، يشوفوا بنقول ايه هنا. احنا مش اقل، احنا بلد حضاره، احنا العرب صنعوا حضاره، وفي مصر الحضاره بقالها طاعنه وفي عمق التاريخ لالاف السنين. عيب قوي ما نبقاش عارفين القصة دي. انت الان تعلمت في حياتك اهم ادوية، انا عارف انه في كتبكم المختلفة ممكن يكتبوا امثلة اخرى، يعني مش عارف. هنا نصيحة للزملاء، احنا ما بندرس يعني علم ادوية، احنا مش فارماكولوجي، احنا بندرسها من وجهة نظر الفسيولوجي. فانتوا من فضلكم هنا نصيحه للزملاء، ادوهم الادويه الاكثر اهميه، مش رصه ادويه، مهما رصيته في الفارماكولوجي الرصه اطول. اذا عاوزين اقول لكم الرصه ممكن نعقد الدنيا، لا. فانت بليز اسمعني، انا عارف اسئله الام اس كيو هنا بيحطوا اسئله الام اس كيو، هم بيالفوش عندنا، بياخدوا الاسئله من هنا ما بيحطوش غير دول. مفيش مانع عشان تحس يعني بطمانينه، احفظ بقيه الادويه اللي في الكتب بتاعتك، بس ابتدي بدول، دول يبقوا على اطراف الاصابع تفتكرهم ما حييت. نقولهم تاني، في عجاله، اول دواء اللي هو ماسكارينيك بلوكر،
ده هنا دواء واحد. ليه هنا دواء واحد ما تسموش اتنين؟ فكر ان كلهم اوتونوميك. بوست جانجليونيك بارا بيقفل كل البوست جانجليونيك بارا اول اول اول، واتنين فوق البيعه بوست جانجليونيك سيمباثيتك تصادف انهم بيشتغلوا بالاستالكولين، يبقى من ادير اكثر البارا. عشان كده سموا هذا الماسكارين بلوكر، ده الاسم اللي بيجي لك على فكره الاهم اللي هو فوق ايه، بارا سيمباثو ليتك، محطم البارا للاوائل عارفين ما يقفلش البارا فقط، واثنين سيمباثيتك تصادف انهم بيشتغلوا بالاستالكولين. ومن هو اشهر عقار؟ اتروبين. اتروبين تبقى عارف من سنه 1831 نسبه الى النبات اللي اسمه اتروبا بلادونا سموه اتروبين. وقلت لك في العمليات في قاع فحص قاع العين في المغص، وحاجة مهمة جدا هتجيلكوا بقى سؤال بيجيلكوا كيس، لو عيان واخد خطأ مبيد حشري، طفل شرب إزازة كان فيها مبيد حشري بوظت له كوين استريز زودت الأستال كوين هيشغل بارا يموته، يبقى نقفل بارا، يبقى ندي بارا سيمباثو ليتك، حتى يسموه بارا كيميكال بارا سيمباثكتومي بس ما عندناش تعبير، ده بيقفل البارا كيميائيا أو ماسكاري بلوكر. ده أشهر واحد فيهم الأتروبين ده. يعني انت عاوزك ايه؟ عارف هقول لك حاجه لطيفه، قيس ليلى، اما اقول لك عنتر عبله وهكذا، يعني الشيء بالشيء يذكر. اما اقول لك اتروبين تقول لي باراسيمباثوليتيك، اقول لك باراسيمباثوليتيك تقول لي اتروبين. مين هو الباراسيمباثوليتيك؟ اتروبين. والاتروبين ده ايه؟ باراسيمباثوليتيك، بس لو ما بيقفلش البارا بس واثنين سيمباثيتيك. طلعنا للنيكوتينيك فوق، قلنا ليه اتقسموا الاثنين هنا؟ لان مفيش تجانس، ده دي سوماتيك ودول اوتونوميك، دي اوتونوميك جانجليا والنيورو ماسكولار جانكشن دي سوماتيك. في تخصص مش مطلق، يعني اللي بيقفل النيورو ماسكولار جانكشن اللي ما يعرفوش كثير من الزملاء الصغيرين بيقفل الجانجليا بضعف، هو ويك جانجليون بلوكر، واللي بيقفل الجانجليا بقوه بيقفل النيورو ماسكولار جانكشن بضعف. ليه؟ ليه؟ افهم للزميل حتى مش ليكوا، لان هم اتنين نيكوتينيك ريسبتورز. وبتيجي اسئله، قلت من هو اشهر نيورو ماسكولار بلوكر؟ الكوراني. قلت ده هو موجود من قبل 1596، ده هو سير وولتر هم لقاهم هناك، لكن هم بيستخدموه قبليه بآلاف السنين. أول سلاح ضد الطيور الجارحة والحيوانات الضارية وضد البشر، بيقفل كل السكيتال ماسل، يشيل كل العضلات بما فيه عضلات التنفس. اسمه ايه بقى؟ كوراري كوراري كوراري. طب نيجي الجانجليونيك بلوكرز، بيقفلوا كل الجانجليا انكلودنج الاديه المضله لانها بتعتبر سيمباثيتك جانجليا. والمثال كلمه مهمه جايه اهي، نيكوتين اسمعها منك، لارج دوز. ليه؟ لان الاس هتسمع صوتي، الاس سمول دوز استيمولانس في المجموعه الثانيه، والتي اللي هو اختصار تترا ايثايل امونيوم، من حقك تقولها تي على فكره، الاختصارات كلها معمول بيها في العالم، نيكوتين لارج دوز او تي. قلت لك في جمله حلوه، بنستخدمه في علاج الناس اللي عندهم في كروموسايتوما، يعني ورم في الادرينال مضله. سايتوما عاوز اعلمك كلمه، اوما في الطب يعني ورم، سايتوما يبقى ورم في الخلايا، فتبقى عارف. يبقى ما تنساش اهم الاتروبين بيقفل الماسكارينيك باراسيمباثوليتيك، الكوراري بيقفل النيورو ماسكولار جانكشن فيسموه نيورو ماسكولار بلوكرز، السيجاره وفنجان الشاي النيكوتين لارج دوز بتطلع سيل امينيوم جانجليونيك بلوكرز. وقلت في جمله يعرفها الاوائل ان كل الاستالكولين انتاجونيس دي بلوك ذا اكشن نوت ذا فورميشن. وجمله اهم بنقولها للزملاء ولحضراتكم، ان النيورو ماسكولار بلوكرز يقفلوا الجانجليون بضعف، والجانجليونيك بلوكرز يقفلوا النيورو ماسكولار جانكشن بضعف، لان الاثنين نيكوتينيك ريسبتورز. اقلب الصفحات من فضلك. نيجي يا شباب للترانسميتر الاخر. احنا قلنا ان عندنا تو ترانسميترز في الاوتونوميك، الترانسميتر الاشهر هو الاستايكولين، وكنت برمز له باللون الاسود وبحطه النقطه السوداء. ده موجود في كل الموتور سيستم، وجاست اذكرك، لا انت ذكرني، one exception،
فايبر واحده بس في كل الموتور سيستم هي اللي بتشتغل بالنور ادرينالين، مش الادرينالين اللي هي فاكرها بوس جنجليونيك سمباثيتك. حتى هذا الاكسبشن، فاكر الجمله الاكسبشن الوحيد فايبر واحده بس فرده في السمباثيتك اللي طالعه دي، ده ليها تو اكسبشنز قولهم لي انت. بوس جنجليونيك سمباثيتك اللي راح فين؟ انا سامعك سويت جلانز، والثانيه اوعى تقول لي سكيتال ماسل بلاد فيسلز، بلاد فيسل اوف سكيتال ماسلز. طيب وما عشقت، كمل لي الجمله، مثل عشقي لل نظام، حتى اعملها لك تيبل فورم في الرسم. اما يجي لك اي كيميكال ترانسميتر سواء استايكولين او نور ادرينالين، وده اشهر سؤالين في الاوتونوميك، تجاوبه في سبعه نقاط، عجائب الدنيا السبعه، حاجه زي الاسموزيس. تعالى افكرك بيهم، ما هو بقول المذاكره فن، التحصيل فن اخر. هناخد كل نقطتين مع بعض، فورمت فين وبعد ما يبقى فورمت ستورد ازاي، يبقى فورمت وستورد مع بعض. وبعد النقطه الثالثه والرابعه ريليزد هيطلع ازاي، وبعد ما يطلع هنوقفه ازاي بالديستراكشن او ريموفال. يبقى وصلنا اربع نقط. وبعدين مين الفايبرز اللي بتطلعه والريسبتور اللي بتستقبله، ادي ست نقط. وبعدين النقطه السابعه الدراجز. لما تجاوب السبع نقط دول لو في حاجه فوق الفول مارك يديهم لك، تكتب في الموضوع لا يبقى كلام اخر. اقولهم تاني في عجاله وانت تقدر تعيد الفيديو، الفورميشن مع الاستورج، فورمت ازاي وستورد فين. طب الريليس والريموفال مع بعض ده اربعه. طب الفايبر اللي بتطلعها والريسبتور اللي بيستقبله مع بعض خمسه وسته. وبعدين نيجي الدراجز النقطه السابعه، حتى مصادفه جميله النقطه السابعه اللي هي الدراجز تنقسم لاثنين، عارف ليه؟ لان قلت حيال الريسبتور، اي ريسبتور الادويه تنقسم الى نوعين، يا ستيمولانتس يا بلوكرز. طيب برضه لا ازيع سرا لاني انا متابع الدنيا كويس جدا، غالبا ما يجيش السؤال كاملا استايكولين ونور ادرينالين لانه هيبقى طويل قوي. فغالبا بيبقى التركيز في النقاط الاتيه، على الريموفال او الديستراكشن، الريموفال او الديستراكشن اللي هي الرابعه، وعلى الفايبرز والريسبتورز والدراجز بس. يعني اربع نقط هو اللي بيركز عليهم في السبعه، لكن الاجابه النموذجيه لو الممتحن جاب لك اسيتايلكولين او نورا دي لازم تكتب سبع نقط. غالبا بيجي الديستراكشن اديني قلتها او الريموفال، ويجي الفايبرز والريسبتورز والدراجز، ده اللي بيجي. طيب نتكلم بقى على قلنا الفايبرز اللي بتطلع نور ادرينالين والريسبتور اللي بتستقبل نور ادرينالين. الامريكان لا جزاهم الله خيرا كان نفسي يسموها نور ادرينرجيك، لكن سموهم ادرينرجيك فايبرز وادرينرجيك ريسبتورز. وكان في بعض الجامعات في انجلترا بتستخدم التعبير الاصح وهو نور ادرينرجيك فايبرز ونور ادرينرجيك ريسبتورز. نيجي اول نقطه في السبعه، فانسز بتعملوا فين؟ سينابتيك نوب زي الاستايكولين، بس هنا بقى التخليق طويل شويه. قلنا دي مش مهمه، بس انا هشرحها لك كامله القصه. النور ادرينالين بيتعمل من امينو اسيد اسمه فينايل الانين، يتحول في الليفر ياخد هيدروكسيل جروب، يبقى الانزيم بالعقل اسمه هيدروكسيليز عشان يحط له هيدروكسيل جروب او اتش، يتحول لامينو اسيد اخر اسمه تيروزين. ما تخافش عندي طريقه للتحفيز بس افهمها في الاول. يبقى الفينايل الانين بالهيدروكسيل جروب يتحول الى تيروزين. وبعدين الادرينرجيك نيرف اندنجز، فاهمها مين بقى مين الادرينرجيك نيرف اندنجز؟ انت فاهمها، مفيش غير فايبر واحده بس اللي بتعمل نور ادرينالين، هقولها مليون مره، فرده في السمباثيتك بوست جانجليونيك سمباثيتك ما عدا اثنين مش هقوله. فالبوست ادرينرجيك الادرينرجيك فايبر دي اللي هي البوست جانجليونيك سمباثيتك، اللي بحب ارسم النوع دي باللون الاحمر زي ما قلت لك، والاستايكولين عشان بتاع الامرجنس تبقى فاهم الفايت والفلايت، فاللون الاحمر تملي عشان الالوان بتساعد الذاكره، هيرمز للنور ادرينالين. فالفينايل الانين يتحول في الليفر بالهيدروكسيليشن الى تيروزين. الادرينرجيك فايبر اللي هي البوست جانجليونيك سمباثيتك تاخد التيروزين، تحط له كمان هيدروكسيل جروب
تحوله الى مادة اسمها دوبا. ناخد منه ناخد بقى ما نحطش ماينس كربون دايكسايد بعملية اسمها دي كاربوكسيليشن دي كاربوكسيليز يحوله الى دوبامين. وبعدين الدوبامين نحط له هيدروكسيل جروب يتحول للمادة اللي انا عاوزها اللي هي نور ادرينالين. طب طالب قال لي طب ما بالمرة علمنا ازاي بيتعمل الادرينالين في الادرينال مضلة. طيب المرة احنا عارفين السيمباثاتيك اللي هو موضوعنا ما بيطلعش ادرينالين طلع نور ادرينالين. بس احنا عارفين ان الادرينال مضلة بتطلع نور ادرينالين 20% وادرينالين 80%. ممكن تعلمنا ازاي؟ تروح علمك كويس قوي قوي. الادرينال مضلة بتعمل بالظبط زي الادرينيرجيك نيرفز لحد خط نور ادرين وتروح مضيف عليها خط تحط لها ميثايل جروب بانزيم اسمه ايه بقى بالعقل فكر معايا اسمه ميثايل ترانسفيريز يعني بينقل ميثايل جروب للنور ادرين يحول ادرينين بس مش في اي حته ينقلها لها في بوزيشن معين نورمال بوزيشن اسمه ان بوزيشن. فالانزيم هنا اسمه ان عشان بيحط الميثايل جروب في النورمال بوزيشن ميثايل ترانسفيريز يحولها الى ادرينالين. ده ازاي؟ طب يبقى انا عندي سؤال شافه لطيف جدا هنسألك هو ليه الموضوع بيقف عند النور ادرينالين في الادرينيرجيك نير فايبرز تفتكر وبيكمل للادرينالين في الادرينال مضلة؟ تفتكر مين الانزيم اللي ناقص وبالتالي السيمباثاتيك ما بيعرفش يعمل غير نور ادرينالين وما بيقدرش يحول النور ادرينالين الى ادرينالين؟ انزيم اللي ناقص اسمه ايه؟ اسمه N ميثايل ترانسفيريز. ده سؤال الاوائل. طالب قال لي انت وعدتنا تحفظنا. قلت له دي مش مهمه الحته دي الفورميشن. قال لي معلش بس انت عشان نطمئن بتحب تثبت تفهمنا ان التحصيل فن وانه سهل نحفظه. قلت له طيب خدهم اتنينات كل اتنين مع بعض تو امينو اسيد فينايل الانين يدي تيروزين حلوة الاثنين امينو اسيد فينايل الانين تيروزين دوبا دوبامين حتى فيها سجع دوبا دوبامين ثم نور ادرينالين ادرينالين ما تجيش احلى من كده تاني يبقى تحفظوا الاثنين فينايل الانين تيروزين دوبا دوبامين نور ادرينالين ادرينالين جميله تاني يبقى الفورميشن اهو ما تحفظوش انما انا للثقه في نفسك ان عندنا طريقة فينايل الانين يدي تيروزين تو امينو اسيد ده في الليفر وبعدين دوبا يدي دوبامين وبعدين نور ادرينالين ادرينالين. احفظك اكتر كل العمليات هيدروكسيليشن ما عدا عمليتين كلها بالهيدروكسيليشن بهيدروكسيليز انزيم باضافه هيدروكسيل جروب ما عدا واحده لسه انت عارفها مش تبعنا في السيمباثيتك تحول النور ادرينالين لادرينالين كان عاوز ميثايل جروب بالN ميثايل ترانسفيريز والدوبا للدوبامين كان لازم نشيل سي او 2 بالديكربوكسيليز. ده اسمه التحصيل فن. يبقى هما خمس عمليات ثلاثه منهم بالهيدروكسيليشن بانزيم اسمه هيدروكسيليز. يبقى الطالب ازاي يحفظ الاكسبشن نور ادرينالين لادرينالين بالميثايل جروب اللي بيتحط في نورمال بوزيشن N ميثايل ترانسفيريز والدوبا للدوبامين بالديكربوكسيليشن. انت قولهم لي بقى بسرعة في عجلة الستة اتنين 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 فينايل الانين تيروزين دوبا دوبامين نور ادين ادرينالين. وعرفت سؤال شافه مهم جدا ليه السيمباثاتيك ما بيعرفش يعمل ادرينالين لان ما عندوش الان ميثال ترانسفيريز. واقول لك حاجة تانية اهم مين تركيبه اكبر الادرينالين لانه عبارة عن نور ادرينالين مضاف اليه ميثال جروب وكما قوة شمشون في شعره احكي لكم الرؤيه دي في اوانيها شمشون و دليله خلاص هبحكيها قوه الادرينالين في الميثايل جروب يعني اللي مخلي الادرينالين افتح ودنك 10 تايمز سترونجر ذان نور ادرينالين هو الميثايل جروب دي. عشان كده لو عاوز توقف عمل الادرينالين نعمل زي ما عملنا مع شمشون لما دليله حلقت له شعره لما الاعداء اغروها قالوا لها شمشون قوي جدا قطف شعره
اقنعيه هيبقى حلو وهنديك فلوس كتير انه يقلع شعره، يحلق شعره. اقنعته انه عشان تحبه لازم يحلق شعره، فبقى ضعيف. فاعداؤه مسكوه وخدوه في المعبد وربطوه بسلاسل في اعمده المعبد ونسيوه. قوته في شعره، لما نسيوه شعره طول 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 طول. في يوم من الايام رجعت له قوته، دخل الاعداء كلهم المعبد فقال المقوله اللي اول مره تعرفه جايه منين، قوته فيه، شد السلاسل وقع اعمده المعبد، وقع المعبد على اعدائه. قال المقوله اللي كلنا حافظينها ودي قصتها، علي وعلى اعدائي. اديني قلت لكم القصه اهو، فقره معلومات عامه لطيفه، شمشون ودليله. قوته في شعره كما قوه شمشون في شعره قوه الادرينالين في الميثايل جروب. عارف بقى دي هتتذكرها لما نيجي نعمل ان اكتيفيشن للادرينالين، اهم طريقه بالميثايليشن، نشيل الميثايل جروب دي اللي هي السبب في قوته. يبقى ده الفورميشن يا شباب. تاني انتوا تذكروني كام خطوه؟ 6. فينايل الانين تيروزين، دوبا دوبامين، نور ادرينالين، ادرينالين. كل الخطوات بالهيدروكسيليشن المذاكره فن، التحصيل فن اخر، ما عدا 2. النور ادرينالين الادرينالين دي مش تبعنا، دي مش في السمباثاتيك، مش تبع السمباثاتيك، دي في الاديه المضله بالان ميثال ترانسفيريز. والدوبا للدوبامين نشيل سي او 2 بالدي كاربوكسيليز. طيب مش مهمه النقطه دي. ثاني نقطه مش مهمه برضو، ستورد في ايه؟ في الام اس كيو بس، في جرانيوليتد فيسكل، لان الاستايل كولين كان اهي شايف المقارنه كلير فيسكل. حتى قلنا الكولينرجيك فيسكل كلير السي مع السي، انما هنا جرانيولار فيسكل. ليه؟ لان النور ادرينالين بيبقى ماسك في بروتين بياخد صبغه اسمه كروماتين. فلان النور ادرينالين ماسك في بروتين اللي هو اللي بيقبل الصبغه، كروم يعني صبغه، كروماتين يعني بروتين الذي يصطبغ. فعشان كده بتبقى الفيسكل جرانيولار. واقول لك حاجه تثبتك اكتر بس معلكش، عشان كده سموا الورم اللي بيطلع من الادرينال مدله فيه كروموسايتوما، يعني الاوما يعني ورم اللي طالع من السيلز اللي فيها الكروماتين، كروموسايتوما. تبقى فاهم الترمينولوجي. يبقى ده سؤال ام اس كيو، دي في كلير فيسيكلز الاستايل كولين، انما دي بتبقى في جرانيولار فيسيكل، وده ما بيجيش. النقطة الثالثة بيطلع ازاي؟ علمتك قاسم مشترك. كل الكيميكال ترانسميتر بتطلع بثلاث كلمات، اكشن بوتنشال في العصب، يفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسيكل، خدناها في الانترودكشن، فيطلع بعمليه اسمها اكزو سايتوزيس. بليف مي، قلت لك بطريقه حلوه وذكرتها لك، الثلاث نقط دول ما بيجوش، مفهومش غير ام اس كيو فقط مش نظري، ان ده محطوط في جرانيولار فيسيكل، وان الطلوع اكشن بوتنشال فولتج جيت الكالسيوم شانل، وخروج اي كيميكال ترانسميتر بالاكزوسيتوز كله. طيب نيجي بقى يا شباب النقطه الرابعه، وهي اللي بتيجي سؤال نظري مهم جدا، اللي هي الريموفال. دي نظري مهم والسالف الريموفال اوف نور ادرينالين. الاوائل اجابتهم بتبقى متميزه. شوف احنا في الاستايل كولين ما حطيناش تعبير ريموفال، حطينا تعبير ايه؟ ديستراكشن. لن تاخذنا به رحمه. بعد ما يعمل لنا شغلنا الاستايل كولين كنا بنكسره بالاسيتايل كولين استريزس. فاكر؟ قلنا لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. نكسر. مكسره عند النيرف بالترو او السبيسيفيك اللي موجود على النيرف اندنجز، ولو شويه جريوا مننا في الدم نحن لا نتعقب الاسيتايل كولين، نحن ننتظره في البلازما بوست السودو. وعاوز التفصيلات ارجع المحاضره السابقه. هنا بقى للاوائل ما حطيناش تعبير ديستراكشن، حطينا تعبير ريموفال. ريموفال انت طول ما النور ادرينالين اللي هو النقطة الحمراء، بحب الاستايل كولين النقطة السوداء، النور ادرينالين ماسك في ريسبتور في اكتيفيتي، وده سؤال ام اس كيو قلناه في الانترودكشن. الريسبتور لوحده ان اكتف،
الليجند لوحده اللي هو النور قديم هنا ان اكتف. امال مين اللي اكتف؟ الليجند ريسبتور كومبلكس. لما قلنا ايد لوحدها ما تسقفش يبقى اي ريسبتور ان اكتف. الليجند لوحده الماده الكيميائيه اللي هتمسك فيها لوحدها ان اكتف. امتى بيبقى اكتف؟ لو ده مسك في ده. ده سؤال ام اس كيو. يبقى بنفس المنطق لو انت فكيت ده عن ده وقفت الاكتيفيتي. فاحنا كل اللي بنعمله ريموفال على راي سيد مكاوي، شيل ده من ده يرتاح ده عنده، هو ده في النور ادرينالين. طيب ايه اهم طريقه لايقاف عمل النور ادرينالين؟ الريسايكلينج، التدوير اللي عامله الخالق عندنا. انت شفت النور ادرينالين تكوينه كان طويل ازاي وتعبنا فيه قوي. يبقى ما نكسرش زي الطبق الصيني يعاد استخدامه. انما الاستاذ فين تكوينه كان سهل زي الطبق الكرتون ديسبوزابل يترمي كرتون، انما ده لا، ده يعاد استخدامه. 50 ل 80% من نور ادرينالين يستخدم مره تاني، ياخده العصب تاني الادرينيرجيك نيرف يعمل له اكتيف ري ابتيك، يدفع فلوس طاقه اي تي بي اكتيف ري ابتيك 50 80%. طيب شويه مننا ديفيوز في الدم. هناك كنا بنعمل ايه؟ نحن لا نتعقب، نحن ننتظر، كنا مستنيينه بالسودو في البلازما. انما هنا اللي ديفيوز في الدم سيبه، مفيش اي مشكله ان الدم يبقى فيه شويه نور ادرينالين وادرينالين بس من الادريه المضله، مفيش اي مشكله. سؤال للاوائل فقط، فتح عينك. هل لو خدت بلاد سامبل تلاقي فيه استايل كولين؟ لا، مفيش استايل كولين في الدم. ليه؟ لان البلازما بيكسروا السودو اولا باولا في البلازما، السودو كولين استريس بيكسروا اولا باولا، مفيش اي استايل كولين. طب لو خدت عينه من الدم هتلاقي فيها نورمال ادرينالين ونور ادرينالين؟ اه، لما مكسروش في الدم. السؤال الاوقع اللي هو تملي، هتلاقي الاجابه عند العبد الله لانه يؤمن انه وراء الخلق خالق. هو ليه ربنا ما بيكسرش النور ادرينالين وادرينالين زي الاستالكولين؟ يا اخي لانه مصلحه انه ما يتكسرش، بيخليك مور اليرت، اكثر تنبها، اكثر تيقظا. فليه يتكسر؟ اقول لك حاجه، انت اذا كنت فهمت اجابه السؤال قول ثانك جاد لانك ما كسرتش النور ادرينالين وادرينالين في الدم، اللي هربوا في الدم الشويه الصغيرين اللي هربوا في الدم سبتهم لي عشان يعملوا لي حاله من التيقظ. فاخد بالي من اجابه السؤال، ابقى في الحاله متيقظ مش في توها. وهذا يثبت انه وراء الخلق خالق. كان التكسير لانه كان لازم نتغدى بالاسيتايلكولين قبل ما يتعشى بينا، قبل ما يشغل كل البارا ويموتنا. وكان المحافظه على النور ادرينالين والادرينالين، الشويه اللي هربوا في الدم سبناهم عشان يخلونا اكثر تنبها وتيقظا. ده الفهم الفسيولوجي يا اولاد مش كتاب. انما لزوم التجديد، يعني الزيت في العربيه بيتم تدويره لمدة شهر شهرين، زيوت الكويسة 6 شهور بس في الآخر لازم تتخلص منه وتجيب زيت جديد. نفس القصة هنا، في every now and then بنعمل شوية destruction خفاف، كسر عشان نجدد، مش هنقعد نستخدم نفس النور أدرينالين for life. في شوية يحصل لهم destruction بتو انزيمز، واحد اسمه مونو أمينو أوكسيديز انزيم، مونو امينو اوكسيديز، حتى اختصاره ماو اللي هو الاسم الدلع نيك نيم بتاع اللي عمل الثوره الصينيه اللي هو كان اسمه ماو تسي تونج. ماو تسي تونج كانوا يدلعوه ماو، اهي معلومات عامه، اسمه ماو بس ماو هنا اختصار مش ماو تسي تونج، مونو امينو اوكسيديز. خلاص، اي اوكسيديز انزيم بيبقى موجود فين؟ ماليش دعوه بيه بس بحب اتكلم عشان نوسع مداركك، في الميتوكوندريا. جميع الاوكسيديتيف انزيم في جسمك في الميتوكوندريا. ده سؤال الهيستولوجي ماليش دعوه بيه، اديني انطوله. فين؟ في البرين والادرينرجيك نيرفز وفي بقيه الانسجه اهمهم الليفر والكيدني. طيب تاني انزيم اسمه بيكسر النور ادرينالين اسمه كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز، واختصاره كوميت. واحد قال لي انت لسه قايل لنا من شويه، في طلبه واعيه قوي، انت قلت لنا
كان في ميثايل ترانسفيريز بيحول النور ادرينالين الى ادرينالين. طب ما ده كمان اسمه ميثايل ترانسفيريز. لا بس في فرق. دوكا كان بيحط الميثايل جروب في الحته الصح في الان بوزيشن فكان اسمه ان ميثايل ترانسفيريز، انما ده بيحطه في البوزيشن غلط يبوظ المركب. او ترانسفيريز او ميثايل ترانسفيريز، او ستاندز فور زيرو يعني بوظ المركب. او ميثايل ترانسفيريز او ميثايل ترانسفيريز. شوف طالب الاوائل فاهمه متابعه. يبقى لو انت النور ادرينالين حطيت له ميثايل جروب في النورمال بوزيشن تحوله الماده اقوى 10 مرات الادرينالين. ده اللي بتعمله الاديه مضله، لان عندها مش اي ميثايل ترانسفيريز، عندها ان ميثايل ترانسفيريز. لكن لو حطيت الميثايل جروب في بوزيشن غلط في الاو باص يبقى او ميثايل ترانسفيريز، او يعني بقى زيرو. ده موجود في الانسجه اللي هي ليفر والكيدني بس مش موجود في البرين والادرينرجيك نيرف. طالب قال لي انت ما بتحبش تقرا معانا، بتحب تحببنا في العلم. طب انا حبيبك النهارده في العلم. يبقى ايه الفرق بين المونو امينو اوكسيديز، وقلت ده نظري مهم واتسالف، وبين الكاتيكول او ميثال ترانسفيريز؟ هما الاثنين موجودين في الانسجه، بس المونو امينو اوكسيديز موجود بالاضافه لليفر والكيدني في البرين والادرينرجيك نيرفز. احفظها بطريقه سهله، مش يقول لك جراح مخ واعصاب؟ موجود في المخ والاعصاب وليفر وكيدني. المخ والاعصاب، جراح مخ واعصاب وليفر وكيدني، تاني في ليفر وكيدني بس. قال لي طالب حلو، حفظتها لنا حلو. طب ممكن تفهمها لنا؟ قلت له هقول حاجه، وهنا الحديث موجه اكثر للزملاء الاصغر سنا وليكوا طبعا، لان المفروض لو حضرتك قاعد في المحاضره ترفع ايدك كده تقول للاستاذ الفاضل هو انت بتدرسنا الكلام ده ليه؟ فدنا في ايه اطباء؟ احنا جايين ندرس طب عشان نطلع اطباء، دي تفيدنا في ايه كاطباء؟ انا هقول لك وهقولها للزملاء الاصغر سنا. ثالث مرض فقر معلومات عامه عملت على الثلاثه حلقات تلفزيونيه مع الدكتوره المتميزه الدكتوره مها رداميسو، على فكره يعني درستها في يوم من الايام، يعني دعتني في حوالي 25 حلقه عملنا برامج معها وحطتهم على الفيسبوك البرامج التلفزيونيه. دكتوره مها رداميسو بتاعت التغذيه. مرض الدبريشن الاكتئاب ده ثالث مرض نفسي في العالم، نفسي مش عقلي، لان السكيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية والباي بولر ده حاجات تانية. احنا بنقسم امراض نفسية الى نوعين، عصاب يعني مرض نفسي خفيف، وجنون مرض نفسي قوي. يبقى يلا فكر معلومات عامة، في عصاب يعني حاجة خفيفة وفي حاجة جامدة. اول حاجة في عندنا الادكشن اللي هو الادمان، ده نمرة واحد في العصاب. اتنين الانكزايتي القلق المرضي، طبعا مش اي قلق لان كلنا بنقلق. ثالث مرض الدبريشن الاكتئاب. حلو، يبقى الاكتئاب ده ثالث مرض نفسي من انهي مجموعه؟ المجموعه الخفيفه اللي هي الاعصاب. طيب تعالى بقى ايه افهم معايا دلوقتي الاتي. احنا اللون الاسود بيرمز ليه يا شباب؟ الستايل كلين. الستايل كلين موجود في المخ على فكره ككيميكال ترانسميتر، غير انه موجود في الاوتونوميك في الموتور سيستم والسوماتيك، موجود في المخ ككيميكال ترانسميتر، وده يعمل لك اكتئاب. شايف حتى اسود اهو، خلي الحاله سوده مكتئب. بينما النور ادرينالين باللون الاحمر اهو يخليك ايفوريك مبسوط. يبقى العيان اللي عنده اكتئاب البالانس الاتزان راح لمين؟ ليه هو مكتئب؟ لان الاسود الاستايل كولين زاد عن الادرينالين والنور ادرينالين في المخ. ممكن تفكر بقى معايا، انا علمتك تفكر. يبقى ازاي نعالج هذا المرض؟ ازاي نرجع البالانس؟ نزود النور ادرينالين والادرينالين في المخ عشان يرجع البالانس فيروح الاكتئاب. وعليه مين بيكسره في المخ؟ مش الكاتيكول او ميثال ترانسفريز، المونو امينو اوكسيديز. المونو امينو اوكسيديز فكان اول علاج لمرض الاكتئاب في العالم، في العالم هو المونو امينو اوكسيديز انهيبيتور. مونو امينو اوكسيديز انهيبيتور اهو
يعني المونو امينو اكسيد اللي بيكسره عشان احنا عاوزين مش عاوزينه يكسر عاوزينه يزيد عشان يرجع البالانس. فكان اول علاج للديبريشن في العالم اسمه مونو امينو اكسيديز. الانزيم ده نديله حاجه تبوظه لان ده اللي بيكسر ادرينالين ونوردين في المخ فنمنع تكسيره فكميته تزيد خليك مبسوط يوازن الاستايكلين اللي بيخليك في حاله ديبريشن. قبل هذا العلاج كان العاملين اللي بيجي لهم ديبريشن كانوا يكتبوا كده في الكتب عندي الكتب بتاعت الوالد كان اول دفعه في القصر العيني اول دفعه مش هقول لكم سنه كام حاجه قديمه قوي. فمسكت الكتاب بتاعه الديبريشن مكتوب تريتمنت سوسايد اللي ده انتحر ده فتح باب بقى ما حدش هينتحر خلاص في دواء اذا عرف الداء نقدر نوصل للدواء. طبعا النهارده في حاجات احسن من المونو امينو اوكسيديز انهيبيتور تطورت لحاجه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنس لسه مستخدم. والنهارده احسن حاجه بقى في علاج الديبريشن اللي هو السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتور اللي هو زي البروزاك عندنا. بس ده قصه علاج الديبريشن. ففهمت ليه بنديك الكلام ده؟ يبقى فين اهم نقطه هنا؟ ان الديستراكشن في البرين والنيرف بالمونو امينو اوكسيديز. فلو عاوز تمنع تكسير النورادين القديم في المخ تزود النورادين والادرينالين في المخ فيوازن الاستايلكولين بوظ الانزيم ده. اول علاج الديبريشن في العالم مونو امينو اوكسيديز انهيبيتور. وبعدين ترايسايكليك انتي بريسن جت وراها ودلوقتي في السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتور. بقى الديبريشن مرض سهل جدا التعامل معاه. ادي ليه بندرسها الكلام ده؟ انما لما بقعد اشوف زميل عمال يقول للطلبه الريموفال للنور ادرينالين ببتئس للشارح واللي بيشرح لهم ما فهموش هو ليه ريموفال مش ديستراكشن؟ ليه بنسيبه في الدم؟ ليه في ليفل بالادرينالين والنور ادرينالين في الدم؟ عشان يبقى مور اليرت مور اراوست. طب ليه بناخد الانزيم اللي بتكسره؟ لان الانزيم دي موجوده في المخ والاعصاب انما ده وموجودين في الحته الثانيه اللي موجود فيها الكاتيكول اوميثيل ترانسفيريز. فالديبريشن ده مرض ذهني يبقى عاوز تزود ادرينالين ونوردين في المخ يبقى تمنع تكسيره في المخ مين بيكسره في المخ؟ المونو امينو اوكسيديز. يبقى تدي مونو امينو اوكسيديز انهيبيتور. طيب في سؤال ام اس كيو مهم جدا هجيبه لكم باذن الله ركز معايا. هيكتب لك ايه اهم طريقه للريموفال اوف نور ادرينالين؟ ايه اهم طريقه؟ وهيكتب لك الاربعه صح. اكتيف ري ابتيك مش هيكتب لك النسبه بقى لان انت لازم تبقى عارف النسبه 50-80%. ديفيوجن اواي شيل ده من ده يبقى خلاص الاكشن هيوقف يرتاح ده عنده. وبعدين ديستراكشن نمره سي بالمونو امين اوكسيديز ديستراكشن نمره دي بالكاتيكول او ميثايل ترانسفيريز. ويقول لك النور ادرينالين بتاع الاوتونوميك مين اهم طريقه لل ريموفال والان اكتيفيشن اهي اكتيف ريابتيك. يبقى ما تقراش ان دي كام في الميه اعملها لك حتى بخط ايدين. يبقى الاربعه صح في اكتيف ريابتيك وفي ديفيوجن وفي كوميت وفي مونو امين اوكسيديز بس دي اهم طريقه الاكتيف ريابتيك 50-80% تختارها. هنسبق الاحداث شويه. طب افرض كان عنوان السؤال ادرينالين اللي هو ملوش دعوه بالسمباثاتيك ده طالع من الادرينال مضله وموجود في المخ المهم ملوش دعوه بالسمباثاتيك في المخ ككيميكال ترانسميتر وكهرمون من الادرينال مضاده الادرينالين لكن ملوش دعوه بالاوتونوميك خالص. مين اهم طريقه؟ انا يعني هفصل لك بطريقه رائعه. كما قوه شمشون في شعره قوه الادرينالين في الميثايل جروب. يبقى نحط له ميثايل جروب في مكان غلط تضاد الميثايل جروب اللي في المكان الصح. الثانيه ان ميثايل ترانسفيريز هنا او يخليه صفر ميثايل ترانسفيريز. ده الفهم يا شباب ده الفهم ده الفسيولوجي والا فلا ولا فلا. انا عاوز زملاء الاصغر سنا يسمعوا ويقولوا الكلام ده يا جماعه مش داخلين مع الطلبه نقرا لهم كتب ما ينفعش الكلام ده. عاوزين نبقى من ضمن احسن 500 جامعه في العالم. يعني كان في احد المصادر المعتبره مش محطوطين الجامعات بتاعتنا ضمن الحاجات دي عيب عيب قوي. نحن بنات الحضاره يا شباب. نيجي لدره النور ادرينالين. اللي هو الادرينرجيك ريسبتورز. يبقى انت دلوقتي فهمت احنا عملنا كام نقطه فاكر عملنا الفورميشن في سينابتيك نوب عشان ما انتهش
وقلنا الست مراحل فاكروا فينيلالانين تيروزين دوبا دوبامين نور ادرينالين ادرينالين خلاص. وبعدين اتكلمنا على بيختزنوا فين في السينابتيك نوب برضه بس في جرانيولار فيسكل يبقى الفورميشن والستورج. وبعدين كتبنا ريليس والريموفال وقلنا ريموفال دي اهم حاجه 3 و4 طيب وخمسه كانت الفايبرز قلناها قبل كده مين الفايبرز يا شباب اللي بتطلع نور ادرينالين تعالى اوريك الصوره اهي تاني الفايبرز بتطلع نور ادرينالين اهي قصادك اللي هي في كل الرسمه ما فيش غير فايبر واحده اللي بتطلع نور ادرينالين بوست جانجليونيك سمباثيتك هي اللي باللون الاحمر ده دي سهله قوي هنا اسهل من اصل كيم بكتير هنا فايبر واحده بوست جانجليونيك سمباثيتك ما عدا اللي رايحه لحتتين. طيب نيجي ريسبتور نمرة 6 يبقى احنا دلوقتي في الريسبتورز ادرينرجيك ريسبتورز قلنا رقم السعد يا شباب في الاوتونوميك هو رقم 2 فالادرينرجيك ريسبتورز ده الادرينرجيك نيرف بحب ارسمه باللون الاحمر اهو ادرينرجيك نيرف وده الاورجان انت حضرتك بينهم السينابس قلت السين علمتها لك يا مكان اتصال تتوقع الريسبتور تبقى فين؟ طالب قال لي انا سامعك اتوقع الاورجن يعني موجوده بعد السينابس فيسموها بوست سينابتيك اجابه صحيحه 90% فعلا معظم الريسبتورز بتوع النور ادرينالين موجودين على الاورجن بعد السينابس فيسموهم بوست سينابتيك لكن فقط في حالة النور أدرينالين مش الأستايل كولين لقينا حاجة غريبة جدا إن في ريسبتورز موجودة على الأدرينرجيك نيرف قبل السينابس فسميناها بري سينابتيك ريسبتورز وهشرح لك بعد شوية ليه ربنا حط ريسبتورز على النيرف احنا متوقعين إن النور أدرينالين يطلع من النيرف الريسبتور مستنيه على الأورجن لكن دلوقتي في كمان الاورجان هو الاهم 90% من النمره على الاورجان البوست سينابتيك لكن في شويه كمان على الادرينرجيك نيرف اللي هم بري سينابتيك نبتدي بالبوست سينابتيك عشان ناخد 9 من 10 في اجابه السؤال يبقى برضه قبل ما تنقل بذكرك تاني بالجمل اللي هي اللي قاعده الطلبه كلها فاكراها وورد وايد كل حاجه في الاوتونوميك لما يسألك أي حاجة في الأوتونوميك تقول 2 وبعدين نفكر. How many types of adrenergic receptors you know? I know 2 types. Presynaptic على النيرف ودي الأقل أهمية و postsynaptic على الأورجان ودي أكثر أهمية. طب دي كم نوع؟ تنقسم إلى نوعين. ألفا وبيتا. ألفا وبيتا receptors. أهي اللي على الأورجان. يبقى حلوة. يبقى receptor ما بتوهش. الاساس انت توقعت نوع على الاورجن ده الاهم ده 90% من النمره بوست سينابتيك لكن فقط في حاله النور ادرينالين في على الادرينرجيك نيرفز اللي هم بري سينابتيك كله ينقسم الى نوعين الفا وبيتا والفا وبيتا نبتدي بتوع البوست سينابتيك السؤال هو ليه في على الاورجنز نوعين الفا وبيتا ده سؤال شافه مهم جدا قلته قبل كده بس اقوله تاني whether الترانسميتر اكسايتاتوري او انهيبيتوري يعني هل هيحصل ستيميليشن او انهيبيشن اثاره ام تثبيط تعليه ام تهبيط ده بيعتمد على نوع الماده الكيميائيه ولا على الريسبتور استنى اسمع الاجابه على الريسبتور يبقى اجابه تقولها كده بوضوح ان الماده تعمل استيميليشن او تعمل انهيبيشن ده ديبند تعمل كده او كده ده ديبندنج على الريسبتور والديب مثال لا ينسى النور ادرينالين عدو الجهاز الهضمي قلنا بينهيبت الوول ويستيميليت السفنكتر يسكر المحابس هو نفسه النور ادرينالين هنا بيعمل انهيبيشن وهنا بيعمل استيميليشن وهو نفسه النور ادرينالين يبقى ديبندنج على ايه على الريسبتور ده اللي هنشوفه. سؤال مهم جدا في الشفرة.
انا حافظ اسئله وورد وايد ام اس كيو وشفه وتحريري وايه يجي وايه اللي ما يجيش. تابع المحاضرات اللي بقولها لك والاسئله والرسومات عندك واسمعني مرتين مش مره واحده. ف whether stimulatory or inhibitory depending على ريسبتور. بس يبقى انا جاوبت السؤال ليه على الاورجانز في هنا يوجد نوعان من الريسبتورز. لو انت عاوز اكسايتيشن عاوزك تسمع كويس قوي. فالريسبتور موستلي اكسايتد ده موستلي الفا موستلي يبقى في اكسبشن انا قلت موستلي. لو عاوز انهيبيشن فالريسبتورز موستلي بيتا ريسبتورز. يبقى اللي بيعمل الاكسايتيشن غالبا هو الالفا واللي بيعمل انهيبيشن غالبا هو البيتا ريسبتورز. طب انا قلت موستلي يبقى انا قلت موستلي يبقى فيه اكسبشن. عشان كده اول ثلاث نقط في هذا الجدول وكل حاجه احب التجميع قوي قلت المذاكره فن التحصيل فن اخر. يبقى اول نقط ثلاث نقط هتقول ان الالفا موستلي اكسايتاتري وهتقول ليه قلت موستلي ادي الاكزامبل ان معظمهم هو الفا. طب ليه قلت موستلي مش اكسكلوسيفلي لان في اكسبشن. ونفس الكلام في البيتا. البيتا موستلي انهيبيتوري وليه قلت انهيبيتوري موستلي عشان ادي اكزامبل اهو بتاعت انهيبيشن كتير. طب ليه قلت موستلي مش اكسكلوسيف لان في اكسبشن. يبقى اول ثلاث نقط مرتبطين ببعض تفهم مش باخد اي نقط مع بعض نقط لصيقه الصله ببعضها البعض فيسهل تذكرها. البروجرامينج مخك ده كمبيوتر في بروجرامر ياخد مئات الالوف من الدولارات عشان يعمل بروجرام محترم وفي واحد ما ياخدش $10 اللي بيعمل برامج اي كلام. فانت اعمل خليك بروجرامر لك قيمه دخل معلومات في مخك بطريقه كده كويسه فيسهل تذكرها. يبقى ما يجي لي يبقى هنا هقول دي موستلي اكسايتاتري والاكزامبل اللي قلت موستلي وليه ما قلتش اكسكلوسيفلي عشان في اكسبشن. يبقى ثلاث نقط مرتبطه ببعض. الاول بخاف لا تنسى هي مين اكسايتاتري ومين انهيبيتري. فنحفظها بالسمع حفظتها لاجيال. And you'll never forget it. اسال كل الناس اللي حضروا لي محاضرات هيقولوا لك نفس الجمله. تبدو عبيطه جمله عبيطه بس كل الناس فاكراها. البي بي بيتا انهيبي بي بيتري. البي بي بيتا انهيبي بي بيتري. يبقى حتى شايف حرف البي يبقى تفتكر ما حقيقي ان البيتا هي الانهيبيتري. البيتا هي الانهيبيتري. يبقى الالفا هي الاكسايتاتري. وتعال ناخد اكزامبلز بقى. فازو كونستريكشن اظن ده اكسايتيشن يبقى الفا. فازو دايلتيشن يبقى ده بيتا. شوف اللي جاي بقى سؤال ام اس كيو عمر الامتحان ما يخلو منه. طب برونكو دايلتيشن يعني البرونكاي هتريلاكس عشان تتسع تبقى انهيبيتوري تبقى بيتا. شوف بقى هو ده السؤال الصعب في الام اس كيو. طب البيوبيلو دايلتيشن اتساع الحدقه لازم تبقى فاهم حضرتك. البيوبيلو دايليتور مختلفه عن البيوبيلو كونستريكتور. البيوبيلو كونستريكتور اللي هي بتاعه البارا الفايبرز تبقى سيركولر فلما تكونتراكت البيوبيل تضيق حدقه العين. لكن البيوبيلو دايليتور ماسل ثانيه خالص الفايبر ساعتها راديال شعاعيه فعشان توسع البيوبل لازم العضلة تقصر لازم تكونتراكت عشان البيوبل توسع لأنها الفايبرز ريديال تكونتراكت. كونتراكت ده اكسايتيشن يبقى ألفا. هم عارفين الطلبة بتغلط فين. يبقى مش كل دايليتيشن في جسمك بيتا. لما يبقى الدايليتيشن بيحدث بالانهيبيشن يبقى بيتا. البيتا انهيبيتري. مين في ثلاثة دايليتيشن في جسمك اتنين بيحصلوا بالانهيبيشن اللي هم الفازو دايليتيشن والبرونكو دايليتيشن. لكن في واحده بتحصل بالكونتراكشن اللي هم البيبيلو دايليتور لان الفايبرز راديال فعشان توسع لازم تكونتراكت يبقى الفا. سؤال مشهور جدا حافظ الاسئله سؤال بس اسمع المحاضرات وجاوب الامتحانات. ده سؤال مشهور تبلي عليه كده خد نوت ان البيبيلو دايليتور ده سؤال مشهور تمرين مشهور. ده الفا مش بيتا. اللي جاي سهل. السمباثاتيك عدو الجهاز الهضمي بينهبت الوول
ويسكر المحابس يكونتراكت السفنكترز يبقى بالعقل انهبيت الوول انهبيت الوول يبقى بيتا بيتا ريسبتورز يسكر محابس يكونتراكت السفنكتر يبقى الفا ومثلها المثانه البوليه فاكر كان بيعمل احتجاز للبول في محمد علي كلين مش مفيش ده مش طالع الحلبه يتبول ويتبرص ينهبيت الوول ويسكر المحابس يبقى المحابس بتكونتراكت تبقى الفا اكسيتاتري والوول بتاع الجهاز الهضمي او بتاع الجهاز الدوري البولي هما الاثنين انهبيشن تبقى بيتا ريسبتورز سهله حلوه فاكر اوعى تنساها السمباثاتيك فاكر الجمله بيسكر المحابس كل السفنكترز بيعمل لها كونتراكشن تبقى الفا اكسيتاتري الوول يعمل له انهبيشن يبقى بيتا طيب السبلين كونتراكشن اظن تبقى الفا الاسئله في الام اس كيو انا حافظها هيجي لك البيبيل غاليتور طبعا عشان لخبطك والسفنكترز بس ده اللي بيجي في الام اس كيو لكن كنظر يستكتب كله طب حضرتك ليه قلت موستلي عشان في اكسبشن البيتا ريسبتورز الهارت السمباثاتيك بيعمل له بيحصل له ستيميليشن يبقى كمفروض السمباثاتيك بيستيميليت الهارت بيزود الهارت ريت والفورس كونتراكشن كمفروض ال ريسبتور تبقى ايه الفا بس هي بيتا ريسبتورز بيتا خلينا نقولها بيتا عشان تبقى اسهل في التعبير خلاص نقولها بالبلدي بالعربي يبقى البيتا في الهارت بيتا ريسبتورز طيب كل الهرمونز في جسمك الغدد الصماء السمباثاتيك بيعمل لها ستيميليشن انها تطلع الهرمونات بتاعتها عن طريق البيتا ريسبتورز يبقى الهرمون بيحصل لها ستيميليشن كان المفروض الريسبتور يبقى الفا لكنها بيتا الميتابوليزم فاكر لما قلنا السمباثاتيك كان بيعمل جلايكوجينولس بيكسر الجلايكوجين يزود الجلوكوز بيكسر الليبيد لايبوليسيز يزود الفري فاتي اسيد حاجات فيها ستيميليشن اهو بيزود الجلوكوز بيزود الفري فاتي اسيد كان المفروض الريسبتور تبقى الفا لكنها بيتا ريسبتورز لا يوجد معلومه في الطب اهم من الدايره دي واحفظها لك في جمله تقعد حافظها معايا ما حييت البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على تبقى حافظهم صم هارت هرمونز ميتابوليزم وفاهم ميتابوليزم الاكزامبل ايه جلايكوجينوليسيس اند ليبوليسيس دول بيتا ريسبتور ده سؤال مشهور الاكسبشن في الالفا مش مهم قوي السمباثاتيك بيريلاكس الانتستين كان المفروض ريلاكس انتستين تبقى بيتا ريسبتور لكن هي الفا دول اول ثلاث نقط مع بعض طيب نيجي اللي بعدهم يا شباب تايبس اوف ريسبتور خد بالك احنا قلنا ريسبتور بيتقسموا حسب السنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز فحسب السنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز لقوا الالفا بتنقسم الى مجموعتين الفا 1 والفا 2 والبيتا البيتا 1 وبيتا 2 طب وعليه التايبس انا قلت لي 1 و2 1 و2 قول لي بقى الميكانيزم وباكش طبعا ال1 بالعقل تبقى هي الاهم وال2 تبقى هي الاكسبشن فالالفا اساسا بيعمل كونتراكشن اساسا وفي الانتستين بيعمل ريلاكسيشن ده الاكسبشن فالالفا 1 بتعمل كونتراكشن كلنا عارفين ان الكونتراكشن بيلزم له ايون مهم جدا اسمه الكالسيوم يبقى الالفا 1 بتشتغل بالكالسيوم ان الكالسيوم ده المسؤول عن الكونتراكشن طب ننتقل البيتا بشقيها البيتا 1 والبيتا 2 هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه اشتغلوا بنفس الطريقه انه بيشتغلوا بالسايكليك ام بي هما الاثنين يعني البيتا 1 والبيتا 2 بيستيميليت انزيم اسمه ادينايل سايكليز هتاخدوه في البايو موجود في جدار الخليه لما بيمسك النور ادرينالين في البيتا ريسبتور وذر 1 اور 2 ينشط في جدار الخليه انزيم اسمه ادينايل سايكليز يكسر ماده موجوده جوه كل خلايا جسمك مهمه للطاقه اسمها ادينوزين ترايفوسفيت الى ماده اسمها سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت هو ده الوسيط بتاع البيتا ريسبتور يعني كان الادينوزين ترايفوسفيت في الجسم مهم لوظيفتين لحد دلوقتي بيدي الطاقه يدي الطاقه يدي الطاقه خدناها ويدي الوسيط جوه الخليه بتاع البيتا ريسبتورز
يعني بص لي فوق، النور ادرينالين بيمسك في البيتا ريسبتور هنا. طب مين الوسيط اللي هيشتغل له جوه الاورجن؟ النور ادرينالين مسك في البيتا ريسبتور فينشط في الجدار ادينال سايكليز، يحطم الاي تي بي سايكل ام بي، هو اللي يعمل له الوظيفه جوه الاورجن. يبقى ده الميكانيزم. حفظها الاجيال، البي بي بيتا او البي بي بيتا انهبي بي بيتري ما عدا على الهارت والهرمون ميتابوليزم، وتشتغل بال سايكليك اي ام بي، يبقى كلها يا بي يا بي، يبقى البي بي بيتا انهبي بي بيتري وتشتغل بال سايكليك اي ام بي. قلنا الالفا بتكونتراكت يبقى بتكنسل الالفا 1، الالفا 2 عكس البيتا بتنهبت الادينايل سايكليز فتقلل السايكليك ام بي. من اشهر الاسئله في الام اس كيو، هقولهم لك في الاخر اسئله الام اس كيو تبقى حافظهم صعب. فاضل نقطه، في اي ريسبتور قلنا لازم تقول لي ستيميليتد بايه وبلوكد بايه، الريسبتور ستيميليتد بايه وبلوكد بايه. البيتا ريسبتور هي الاهم على فكره تبقى عارف. الادرينالين ده ملوش دعوه بالاوتونوميك، ده طالع كهرمون من الادرينال مدله وموجود في البرين، ملوش دعوه بالاوتونوميك، ككيميكال ترانسميتر في البرين خدناه. الادرينالين اللي هو بيطلع من الادرينال مدله ده ما هو ماشي في الدم، هرمون في الدم، بيستيميليت الالفا والبيتا ريسبتورز ايكوالي. اهم المعلومات في الام اس كيو، يبقى البيتا استيميليتد بالادرينالين. طب وبلوكت بعقار اسمه بروبرا نو لول، اسمه التجاري لشهرة هذا العقار اسمه اندرال. من حقك لأول مرة تقول مش الاسم العلمي، العلمي بروبرا، قسمها ثلاث حتت عشان تعرفها، بروبرا نو لول الاسم التجاري اندرال، أشهر دواء قلب. مش احنا قلنا البيبي بيتا انهيبيتوري ما عدا على الهارت، يعني بقول البي بي بيتا ان بي بي بيتري وتعفرت القلب وتزود الهرمون وتزود الميتابوليزم. يبقى لو واحد قلبه متعفرت عنده زياده في ضربات القلب، مين اللي مزودها؟ البيتا، هي ان بيتري على كل حاجه بس متعفرت القلب. يبقى ايه احلى علاج للقلوب المعفرطه دي؟ ايه احلى دواء قلب في العالم؟ تدي بيتا بلوكر اللي هي مين؟ بروبرا نولول او اندرال، بروبرا نولول او اندرال. يبقى الادرينالين يستيميليت الالفا والبيتا، يبقى كده قلت الاستيميليت فين البلوكر؟ بروبرانولول. تعال نشوف ما يوازيهم من الناحيه الثانيه بقى. النور ادرينالين بيستيميليت الالفا اكتر من البيتا ريسبتورز، الفا اقوى من البيتا، خلاص ده الاستيميليشن. طب وبلوكد بايه الالفا بقى؟ بعقار اسمه فنتولامين، يبقى ممكن تاخدها على الوزن حتى. الالفا ستيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بالفنتولامين، ستيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بالفنتولامين. هل في ادويه ثانيه غير دول؟ طبعا يا شباب طبعا، وبعض الزملاء عاوزين يعقدوا الطلبه يحطوا شويه دراجز زياده عليهم. ده اللي بندرسه هنا، بس هنا بندي اكزامبل مهمه بس، هناك بقى عشان يبان في اختلاف يروح ضايف لك 2 3. طب كده انت كملت الادويه كلها؟ امال في علم الادويه هناخد ايه؟ اولا انت ما كملتهمش، انت ما قلتش 1/10. ثم ده احنا بندرس فيسيولوجي الفكره وبندي درج المهم كمثال، انا والباقي نسيبه لعلم الفارماكولوجي. انما في ناس عاوزه تعقد الطلبه، بس ما هم مش فاهمين الغرض من التدريس، ان احنا نفهم الطلبه مش نعقد الطلبه، نفهمهم. يبقى هنا هتقول حضرتك التايبس اوف ريسبتور والميكانيزم بتشتغل وكل ريسبتور ستيميليتد بايه وبلوكد بايه، ادي الست نقط اللي هم بتوع البوست سينابتيك. تعال نقولهم تاني بقى، مين الاهم؟ البي بي بيتا ان بي بي بيتري ما عدا على هارت هرمونز وميتابوليزم، ادي اول ثلاث نقط. تقول بتعمل انهبيشن فازو دايليتيشن برونكو دايليتيشن، اوعى تغلط، مش البيبيلي دايليتيشن، دي بالكونتراكشن الفايبرز ريديال شعير. الانهبيشن اوف ذا وول اوف ذا جاسترونستاينال، انهبيشن اوف ذا يورينال بلادر وول، كل ده بيتا ريسبتور. يبقى البي بي بيتا تقول الاكزامبل كل حاجات انهبيتري، والاهم الاهم الاكسبشن هو ده اللي في الام اس كيو، فين الثلاث حتت ان البيتا ريسبتور مش انهبيتري؟ تحفظهم صم، هارت هرمونز ميتابوليزم، البيتا بتهدي كل حاجه وتعفرت القلب وتستبريت الهرمون والميتابوليزم.
طب الثلاث نقط اللي بعديهم نوعين من البيتا، بيتا 1 وبيتا 2، الاثنين بيشتغلوا بنفس الماده سايكليك ام بي، يبقى البي بي بيتا ان بي بي بيتري وبتشتغل بالسايكليك ام بي. ده مين؟ البيتا، عشان هتسمع صوتي في الامتحان. البيتا هي الانهبيتوري وتشتغل بالسايكليك ام بي. ده مين؟ البيتا. ما عدا على ثلاث حتت في الام اس كيو، هارت وهرمون وميتابوليزم. دي سؤال البيبيلو دايلتيشن لانه كونتراكشن مش بيتا. طب تقول لي البيتا استيميليتد بايه اساسا؟ ادرينالين مش بتاع الاوتونوميك اللي طالع كهرمون من اديان الله. ادرينالين ولو انه بيستيميليت البيتا والالفا قد بعض بس قوي قوي على البيتا. وبلوك دي بايه؟ باشهر دواء قلب يهدي القلوب المعفرطه اللي معفرطها البيتا، يبقى ندي بيتا بلوكر بروبرا نو لول او اندرال. الناحيه الثانيه الالفا اكسايتاتري، وتقول المثال امثله والاكسبشن. النقطه الثالثه انستاينال ريلاكسيشن. طب التايبس الفا تشتغل بالكالسيوم و لانها بتعمل كونتراكشن، والالفا 2 عكس البيتا ريسبتور تقلل السايكليك ام بي. مين يستيميليت الالفا؟ النور قديم بيستيميليت الالفا اكتر من البيتا ريسبتور، بيستيميليت الاثنين 100%، لان مفيش ترانسميتر. مره زميله فاضله كتبت ان مفيش معلومات في الكتاب، وعندي الكتاب الحقيقه، انه السيمباثاتيك بيطلع نور ادرينالين وادرينالين. فقلت لها ازاي الكلام ده؟ هو ما عندوش ان مثال ترانسفريز. قالت لي مش فيه في السيمباثاتيك الفا وبيتا ريسبتور؟ قلت لها اه. والنور قديم بيشغل الفا؟ قلت لها اه. قالت طب مين يشغل بيتا؟ يبقى لازم فيه ادرينالين. قلت لها لا، انت فاتك معلومه، النور قديم ما بيشغلش الالفا فقط، بيشغل الالفا اكثر، انما ستيل بيشغل بيتا. النور قديم بتاع السيمباثاتيك اللي ما فيش غيره في السيمباثاتيك بيشغل الفا ثم الفا ثم الفا ثم بيتا ريسبتور. القديم ده هرمون، لما يطلع يزود الاكشن بتاع السيمباثيتك 10 مرات لانه عنده ميثايل جروب، شغلهم هم اتنين بعنف وايكوال. وبلوكت بالفنتولامين. سؤال تاني في الام اس كيو مهم جدا. انت قلنا ان الالفا 1 هي الاساس والالفا 2 هي الاكسبشن. لازم ال1 هو الاساس وال2 هو الاكسبشن. تعال هنا. كان المفروض بنفس المنطق البيتا 1 تبقى هي الاساس والبيتا 2 تبقى الاكسبشن. هنا مين الاكسبشن؟ اقرا كده. اول اكسبشن مين؟ مين؟ الهارت. ينفع الهارت القلب وما يعشق اديله رقم 2؟ ده اللي ده المحرك الاول لحياتنا هو العشق والحب. عشان كده اتفق العلماء عشقا، احنا اللي بننمر ان اللي على الهارت ده يبقى هو البيتا 1، مع انه ده الاكسبشن. الهارت 1 بيتا 1، اوعى تنساها. سؤال من اشهر الاسئله في الشفوي، لانه عارف ان انت متوقع ان الاساس بيتا 1 والاكسبشن هو 2، ما عدا في البيتا ريسبتورز. الهارت بيتا 1، وعليه يبقى اللي على البرونكاي تبقى، مع ان ده الاساس، ده بيتا 2. سؤال مشهور جدا، الهارت القلب وما يعشق يبقى بيتا 2 يا بني ادم؟ بيتا 1. قربنا يا شباب خالص بالدقائق، بس دي نقطه مهمه فبحب اعيدها مرارا وتكرارا، انا اسف. تاني، الاول اخلص الحته اللي فوق وارجع الم السؤال. فاضل لنا عشان ناخد الفول مارك ان احنا ما جبناش سيره ليه في ريسبتور على يعني ليه في ريسبتور على الادرينرجيك نيرف. في بيتا ريسبتورز، في خلينا نقولها بيتا عشان اسهل للناس، مش بيتا والفا 2، يبقى في الفا وفي بيتا. انا ما تيجي نفهم هو 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 ما هي وظيفه النيرف اساسا؟ طالب قال لي النيرف ده هو اللي بيطلع النور ادرينالين، يبقى ليه ربنا حاطط ريسبتور على الادرينرجيك نيرف؟ ليتحكم في خروج النور ادرينالين، فواحده تزود والثانيه تنقص، في عندي الفا وبيتا، واحده تزود واحده تنقص. للطالب اللي فاهم قوي قوي قوي، احنا قلنا الالفا اكسيتاتري والبيتا انهبيتري، بس البيتا انهبيتري كانت ضمن الاكسبشن. مين؟ كانت بتنهيب كل حاجه لكن تزود الهارت والهرمونز.
طب ما النور ادرينال هنا يعتبر هرمون، لانه بيبقى مش كان بيطلع من الادرينال مضله 20%، يعني هو كيميكال ترانسميتر هنا، لكن في الادرينال مضله هرمون. واحنا قلنا القاعده بتقول ان كل الهرمونز بيزيدوا بالبيتا، يبقى زياده الريليس بالبيتا. الطالب فاهم الريليس بيزيد بالبيتا، لان البيتا دي بتاعت الهرمونز، والنور ادرينال يعتبر غير انه كيميكال ترانسميتر هرمون، فهي اللي بتزود. يبقى بالاكسكلوجن مين ينقص؟ الالفا. طب لطالب اذكى، انهي الفا اللي تنقص؟ اللي هي بتشتغل عكس البيتا ريسبتور، اللي هي الالفا 2 اهي، الالفا 2 اللي هي بتنقص سايكل ام بي عكس البيتا اللي بتزود سايكل ام بي، هو اللي موجود هنا عشان ينقص الريليس. يبقى ربنا حاطط ليه ريسبتور على الادرينرجيك نيرف؟ عشان يتحكموا في الريليس. طب الغلطه المشهوره، احنا اتعلمنا البي بي بيتا ان هي بي بي بيتري، فالطالب نفسه يقول البيتا هي اللي بتنقص الريليس. غلط، لان احنا قلنا ان هي بي بي بيتري ما عدا على كام حاجه، سمعها لي الثلاثه الاساسيين، هارت نمره واحد، الثانيه هرمون. طب والنورادين ده هو كيميكال ترانسميتر هنا بس في الجسم، بقيه الجسم هرمون طالع من اديه مضله، وهي بتزود هرمون يبقى هي اللي تزود الريليس، يبقى الالفا هو اللي يقلل. طب وانهي الفا؟ الطالب اذكى، انهي الفا اللي بيشتغل عكس البيتا؟ الالفا 2 بتنقص سايكليك ام بي، البيتا بتزود سايكليك ام بي. طب فين التطبيق الاكلينيكي عشان تحب الدواء؟ ربع الشباب عندهم هايبرتنشن، تخيل، يعني مرض شائع جدا، نص الناس فوق سن 60 عندها هايبرتنشن، يعني من اكتر الامراض اللي هتقابلها في حياتك زياده الضغط. احد علاجاته ان احنا نمنع السمباثاتيك انه يطلع نور ادرينالين، نمنعه خلاص، ان يطلع نور ادرينالين فالسمباثاتيك ما يشتغلش، ما يعملش فازو كونستريكشن، ضغط ما يعلاش. انهي ريسبتور هو اللي بيمنع الريليس اوف نور ادرينالين؟ الالفا 2. يبقى ندي ادويه تشغل الالفا 2 فتنقص الريليس اوف نور ادرينالين، ف ما يحصلش الريسبتور تشتغل، ما يحصلش بازو كونستريكشن، ضغط يقل. سؤال صعب، ده سؤال معتبر جدا ومحترم جدا، تعالوا نقوله تاني نلمه، وبعدين انت من حقك تسمع الفيديو اكثر من مره. How many types of adrenergic receptors you know؟ الاجابه ايه في اي حاجه في اوتونوميك؟ 2 بوست سينابتيك على الاورجن، وده اللي انا متوقعه، وبري سينابتيك على النيرف، اللي على الاورجن بعد السينابس فسميناه بوست سينابتيك، اللي على النيرف ودي اول مره نشوفها في الادرينالين مش موجوده في الاستالكولين تبقى بري سينابتيك. دي عليها 9، دي عليها نمره من 10. هتتكلم ازاي على البيتا والالفا ريسبتور؟ دي هتتكلم عليها في 6 نقط ودي في 6 نقط، هتاخد كل ثلاثة مع بعض تحصيل فن. ابتدي بالاهم، مين الاهم؟ البيتا ريسبتور، البي بي بيتا موستلي ايه؟ انهي بي بي بيتري، وتدي الاكزامبلز. هقول اهم اكزامبل فازو دايليتيشن وبرونكو دايليتيشن، مش لان ده بيجي سؤال بيوبيلو دايليتيشن، لان بيوبيلو دايليتيشن بالكونتراكشن مش بالانهبيشن. طيب والاكسبشن النقطه الثالثه، يبقى البي بي بيتا انهي بي بي بيتري، وتقول الاكزامبل وتقول الاكسبشن. الاكسبشن هنا رهيبه، هارت هرمونز ميتابوليزم، تحفظها ما حييت. ليه؟ لان مش هتمارس طب من غيرها. يبقى لو انا دكتور امراض قلب بهتم بالادويه اللي بتشتغل على بيتا 1، دكتور امراض صدريه بالبيتا 2، ازاي نمارس طب واحنا مش فاهمين؟ دواء بيشتغل على البيتا 1 يبقى ده تبع الهارت، الهارت اللي نديله 1 مع انه اكسبشن، لكن القلب وما يعشق، الصدر يبقى بيتا 2. اشهر الاسئله، يبقى البي بي بيتا انهي بي بي بيتوري، وتقول الاكزامبلز نوت انكلودنج البيبل دايليتيشن ما عدا على، قولهم غمض عينك وقولهم معايا، هارت هرمونز ميتابوليزم. بعدين الثلاث نقط اللي بعدهم، البيتا نوعين، بيتا 1 وبيتا 2، الاثنين بيشتغلوا بماده اسمها ايه؟ سايكليك ام بي. الوسيط بتاعهم جوه الاورجن بيمسك النور ادرينالين في ريسبتور في البيتا، طب مين يشتغل له جوه؟ ينشطه الادرينال سايكليز هنا، يحطم الاي تي بي سايكليك ام بي. مش مهم تقول كل الكلام ده، بيقول لك البيتا بيشتغلوا منين؟ تقول سايكليك اي ام بي بس، مش عاوزين غير دي. يبقى البي بي بيتا انهي بي بي بيتري وبتشتغل بالسايكليك اي ام بي.
النقطة الأخيرة بعد ما قلت لي بيتا 1 وبيتا 2 بيشتغلوا إزاي؟ النقطة السادسة. قول لي مين بيستيميليت ومين بينهبت؟ الأدرينالين ستيميليتش البيتا، البيتا والألفا إيكولين. وبلوك ده أشهر دواء قلب بروبرا نولول. يبقى هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. نفس كان تقوله في الألفا، دي أقل أهمية. الألفا موستلي إكسيتاتري. أي حاجة فيها كونتراكشن تبقى ألفا. لكنه بينهبت دي مش مهمه ابدا في الام اس كيو انتستاين ريلاكسيشن، دول مهمين قوي. ونوعين الفا، الوان هنا هي الاساس اللي بتعمل كونتراكشن يبقى بالكالسيوم لطالب فاهم. التو عكس البيتا ريسبتور يبقى تنقص سايتيك ام بي. طب مين بيستيميليت الالفا؟ النور ادرينالين بيستيميليت الالفا اقوى من البيتا. وبلوك دبل فينتولامين استيميليتد بالنوع دي وبلوك بالفينتولامين. كده خد 9/10. ليه؟ لان حضرتك نسيت تقول البري سينابتك اللي على النيرف. هو ليه ربنا حط ريسبتور على النيرف؟ النيرف وظيفته ايه عشان تعرف ليه في ريسبتور؟ وظيفته يطلع النقطه دي. يبقى ريسبتور تتحكم في ريليس اوف نور ادرينالين. البيتا تزود ريليس اوف نور ادرينالين والالفا تنقص الريليس اوف نور ادرينالين. واحد يقول لي هفتكرهم ازاي؟ سهله، مش احنا قلنا البيتا انهبي بيتري ما عدا على مين؟ هارت. التانية بقى عليه صوتك في التانية هرمونز، يبقى لازم هي اللي تزود نوع دين، لان نوع دين ده في موضع اخر في الجسم بيعتبر هرمون، يبقى ينطبق عليه القاعدة، هي بتزود هرمون يبقى البيتا اللي تزود، يبقى الفا 2 هي اللي بتنقص الريليس. التطبيق الاكلينيكي وهو سؤال ام اس كيو، يبقى لو عاوز تقلل الريليس من نوع دين، تقلل السمباثاتيك يشتغل، تقلل البازو كونستكشن، تقلل الضغط، تشغل الفا 2. كده خدت الفول مارك. يبقى في بوست سينابتك في 6 نقط وبري سينابتك تعقب عليه عشان تاخد نقطتين. انا في 3 دقائق انا عارف كان ممكن اقف هنا، بس انا عارف الحته اللي جايه دقيقتين بس هتخدم موضوع اكتر. اللي هو الدراجز. الدراجز اللي هي الدراجز اللي بتاوجمنت يعني تزود السمباثاتيك اكتيفيتي، وفي مقابل الدراجز اللي بتقلل السمباثاتيك اكتيفيتي. ده الدراجز، مش باهميه الدراجز بتاعت الاستايكولين خالص خالص. هنا تيبيكالي الدراجز اللي بتاثر في السمباثاتيك ثلاث انواع، خدنا منهم اثنين قبل ما اكمل عشان ما تتخضش. ممكن تاثر في السمباثاتيك على مستوى الجانجليا او على مستوى الادرينيرجيك نيرف اندينجز، تزود ريليس او تنقص ريليس، او على مستوى ريسبتورز. احنا اوريدي درسنا اثنين، درسنا اثنين، عشان كده انا بستسمحكم اقولها عشان كاني براجع اللي فات. اولا ان الريسبتور اللي على الجانجليا نوعها ايه؟ سواء سمباثيتك او باراسمباثيتك، نيكوتينيك ريسبتورز. طب ما دي خدناها، قلنا ان النيكوتينيك ريسبتور استيميليتد باي نيكوتين اس سمول دوز يستيميليت، ونيكوتين لارج دوز مع التترا ايثايل امونيوم اللي هي سجاره وفنجان شاي بلوك. يبقى دي تلت الموضوع خلص. طب نيجي على الريسبتورز. لسه قايلين ان الالفا استيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بالفنتولامين. لو كنت فاكر استيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بال فينتولامين. طيب هل النور ادرينالين يا اولاد بيستيميليت الالفا بس هتعمله زي الزميله الفاضله؟ لا، بيستيميليت الالفا ثم الفا ثم الفا ثم بيتا. وما فيش عند سمباثاتيك غير نور ادرينالين هو اللي بيطلعه بس، يبقى لازم يشغل التو ريسبتور اساسا الالفا واقل البيتا وبلوكد بال فينتولامين. بينما البيتا ريسبتور استيميليتد بايه؟ قلنا استيميليتد بال ادرينالين اللي هو ايكوالي على الالفا والبيتا، وفي دواء حتى ثينسيتك يعني ده مش جوه الجسم اسمه ايزوبرينالين شغل البيتا ريسبتورز اللي هي بتعمل برونكو دايليتيشن، يبقى بنستخدمه في الرجو الشعبي. وبلوكد باشهر دواء قلب، ما احنا قلنا البيتا بتهدي كل حاجه وتعفرت القلب، اللي هو بروبرا، او هنا كاتبها لك ازاي تحفظه، بروبرا نولول او اندرال. خلاص. انا اتصور في جامعات كثيره من ضمنها جامعه القاهره ما بيقولوش المجموعه الثالثه دي،
يعني لو ما لقيتهاش في الكتاب انا شاطبها لك اهي لو كنت في جامعه القاهره. وفي جامعات كتيره بيكتفوا باللي انا قلته قبل كده وخلاص، هو ده اللي احنا عاوزينه، انك انت تقول الدوين دول. انما للجامعات التانية يا جماعه وللمعلومات العامه للي ما عندهمش هذا الكلام، ممكن ادويه تاثر على السمباتيك مش على الجانجليا ومش على الريسبتور، تاثر على الادرينرجيك نيرف اندينجز، يطلع الترانسميتر وفي الحاله دي هتشغل السمباتيك، يبقى يسموها سمباثو مايميتك، او تمنع طلوع الترانسميتر يبقى توقف سمباثيك فيسموها ليتك. عشان كده بقول لك بنعمق كلام. وفي بعض الكتب عند الزملاء هتلاقيهم كاتبين خطا حاجات الزملاء يتعلموا يا شباب، كاتبين ان الادويه اللي بتزود السمباثيك اكتيفيتي هي مجازا يسموها مايميتك، بس لا، كلمه سمباثو مايميتكس في الطب لا تطلق غير على المجموعه اللي بتشتغل على النيرف اندينجز بس. وهم كاتبين خطا في الجامعات اللي بتاخد الحته دي، مش جامعه القاهره، اللي بيديبريس السمباثيك اكتيفيتي اسمه سمباثوليتيك على الثلاثه. لا، سمباثوليتيك لا تطلق غير على النيرف اندينجز بس. فانا عاوز الزملاء ما يغلطوش في دي مره تاني من فضلكم مع الطلبه، مش هنعلمهم غلط ويجوا هنا بيحصل فضايح في المعادلات. يبقى تاني، الادويه التي تؤثر في السمباثيك دراجز هنا مش باهميه الاستايكولين، بس قلتها لانها كلها خدناها. قلت ممكن تاثر على مستويات ثلاث، مستوى الجانجليا، مستوى الادرينرجيك نيرف اندينجز، او مستوى الريسبتورز. في اتنين خدناهم، الجانجليا كان نوع ريسبتور اللي عليها ايه، سواء كانت سمباثيك او باراسمباثيك، كانت نوع ريسبتور نيكوتينيك ريسبتور. حتى فاكر السؤال فين بالظبط كانوا بيبقوا على البوست جانجليونيك نيرون؟ هنا اهي، اهو تعالى احطها الريسبتور هنا اهي، بيبقوا هنا. قلنا استيميليتد، دي علينا كلنا، استيميليتد بنيكوتين اس سمول دوز وبلوك بنيكوتين لارج دوز او تترا ايثايل امونيا. ادي مجموعه خلصت. طيب مجموعه الريسبتور علينا كلنا، بس كلنا نبقى عارفينها. ابسط حاجه تقول الالفا استيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بالفنتولامين، قصادها اهي حلو فيها سجع نور ادرينالين فنتولامين. للاوائل لا، النور ادرينالين بيستيميت الالفا اكتر مش الالفا فقط، الفا والبيتا وبلوكد بالفنتولامين. طب البيتا استيميليتد بالادرينالين والنور ادرينالين، بس الادرينالين اللي هو ايكوال عليهم هما الاثنين، الادرينالين والنور ادرينالين ده الاقوى، والنور ادرينالين برضه شغل بيتا بضعف. وبلوك باشهر دواء قلب اسمه بروبرا نولول، مفيش لول عشان تفتكرها، بروبرا نولول، او مسموح لك من اهميه دواء القلب ده في الدنيا تقول الاسم التجاري، اسال هتلاقي قرايبك كتير عندهم قلب بياخدوا دواء اندرال، تبقى فاهم ده بيتا بلوك. ولا تنسى البيتا ريسبتور اللي على الهارت، بيتا 1 ولا بيتا 2؟ الهارت هنكتب عليه 2 صح، بيتا 1. الادويه بقى اللي بتشتغل على النيرف اندنجز لبعض الجامعات يا شباب، مين يزود الريليس وبالتالي يشغل السمباثيك؟ دواء اسمه امفيتامين وافيدرين، امفيتامين وافيدرين. طبعا ده بيشغل السمباثيك، خلي الواحد مسهلل اكتر، فحطوه ضمن المخدرات دلوقتي. الامفيتامين ده يعني ما ينفعش تروح تشتريه من صيدليه، لانه الناس اللي في ناس بتاخده عشان يشغل السمباثيك يخليه مسهلل كده، وفي الاخر بيبقى يدمنه. طب مين سمباثوليتيك يمنع الثنسز بتاع النور ادرينالين، يمنع تكوين النور ادرينالين جوه؟ في دوائين، ريزيربين وجوانيثيدين، او يمنع الريليس مش الثنسز، اللي هو جوانيثيدين برضه، يعني جوانيثيدين بيمنع الثنسز ويمنع الريليس. او في ده بس بحب اقوله لكم لطيف قوي، بيعمل فولس ترانسميتر. فاكر احنا تكوين النور ادرينالين، اقولها لك، فينايل الانين تيروزين دوبا دوبامين وبعدين نور ادرينالين، ونكمل في الادريه المضله، فقط في الادريه المضله الى ادرينالين. يبقى كنا بنمر بمرحله الدوبا، لو انا خدعت الانزيم واديت ميثايل دوبا في مكان غلط، يبقى الانزيم اللي بيعمل الهرمون هيفتكره دوبا، هو مش دوبا، هو حاجه زي الدوبا،
ميثايل دوبا، في ميثايل جروب زياده، يبقى الكاون ترانسميتر في ميثايل جروب زياده في مكان غلط، في مكان غلط، يبقى المفتاح باظ ما يفتحش الكي، فيسموه فولس ترانسميتر ميثايل دوبا. اسمه التجاري الدومات، ده بيستخدموه في العيان اللي عنده ضغط دم عالي واثر على الكليه، بس دلوقتي في ادويه احسن كتير طبعا. بس انا بقوله لكم عشان تفهم ازاي الناس كانت بتفكر انه بيخدعوا الانزيم، النوع ده اللي بيكون الدوبا، فاحنا بنديله دوبا فيها ميثايل جروب زياده تبقى ميثايل دوبا. يبقى تاني يا شباب خلاص خلصنا. يبقى الدراجز هنا مش مهم قوي، هنقسمها حب النظام قوي لدراجز اوجمنت يعني تزود السمباثيتك اكتيفيتي، ودراجز ديبرس السمباثيتك اكتيفيتي. كل ينقسم الى ثلاث مجموعات. ليه؟ حب النظام قوي. ممكن نشتغل على مستوى الجانجليا او مستوى الادرينرجيك نيرف اندنج، يبقى الاول الجانجليا عن الادرينرجيك نيرف اندنج او الريسبتورز. معظم الجامعات بما فيهم جامعه القاهره بيهتموا بواحد وثلاثه بس. الجانجليا خدناها قبل كده حتى قراءه جديده في صفحات قديمه. ما هو الجانجليا سواء كانت سمباثيتك زي النهارده او باراسمباثيتك افهم زي المحاضره الماضيه، في الحالتين نفس نوع ريسبتور نيكوتينيك، يبقى نفس الادويه افهم، نفس الادويه اللي بتاثر على الباراسمباثيتك جانجليا هتاثر على السمباثيتك جانجليا. بنقول للمره العاشره ستيميليتد باي نيكوتين اس سمول دوز وبلوكت نيكوتين لارج دوز او تترا ايثايل امونيوم اللي هو التي. طيب نيجي للريسبتورز، في الفا وفي بيتا. الالفا ستيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكت بال فينتولامين، ستيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكت بال فينتولامين. طب والبيتا ستيميليتد بالادرينالين، الادرينالين ده بيستيميليت البيتا والالفا ايكوالي، النور ادرينالين على الالفا اقوى من البيتا، يعني هما الاثنين الادرينالين والنور ادرينالين بيشتغلوا على الاثنين، النور ادرينالين اقوى على الالفا منه على البيتا، ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. الادرينالين ايكوال على الالفا والبيتا، سؤال ام اس كيو مهم جدا. الالفا ستيميليتد وبلوكد بالفينتولامين، البيتا بلوكد بالبروبرانولول. لبعض الجامعات والمعلومات العامه للناس اللي ما عليهمش الكلام ده، انه ممكن ادويه تزود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر، وفي الحاله دي سموها للزملاء سيمباثومايميتك، تحاكي السيمباثاتيك. يبقى سيمباثومايميتك ما تطلقش على كل الدراجز، على المجموعه دي فقط بتاعت النيرف اندينجز، هم كبينها ان كل دراج يزود سيمباثاتيك يبقى سيمباثومايميتك. غلط، ده مش اتفاق في العالم. احنا اتفقنا اللي على النيرف اندينج بس هي السيمباثومايميتك، واللي تمنع يبقى هي دي اللي سيمباثوليتك على النيرف اندينجز فقط. كده يبقى خلصنا يا شباب. فاضل بس اذكرك بانه اي كيميكال ترانسميتر لو جالك بيحصل بس قليل جدا يجيب لك يتكلم عن الاستايكولين كاملا او النور ادرينالين كاملا. فاكر كم نقطه عجائب الدنيا السبعه؟ تقول الثانسز او الفورميشن والستورج مع بعض، ادي اثنين، وبعدين الريليس، وبعد ما يطلع هنعمل فيه ايه؟ ديستراكشن زي الاستايكولين، لان مش مفيش في الدم استايكولين، لانه لازم نتعشى نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا، ولا نسيبه في الدم زي الادرينالين والنورادرينالين انه بيخلينا اكثر انتباها. يبقى هنا ديستراكشن، هنا ريموفال، دي النقطه الثالثه والرابعه. يبقى اول نقطتين كانوا الثانسز والستورج، احفظ معايا، وبعدين الريليس والديستراكشن او الريموفال، تفرق للاوائل، وبعدين الفايبر اللي بيطلع والريسبتور اللي بيتلقى، الفايبر اللي بيطلع الترانسميتر والريسبتور اللي بيتلقى، دي خمسه وسته. وبعدين تقول لي نمره سبعه دراجز، وفي الدراجز لازم تقول لي مين يزود ومين ينقص. يعني مثلا الالفا تشتغل بالنور ادرينالين وبلوكد بالفينتولامين، البيتا تشتغل بالادرينالين وبلوكد بالبروبرانولول، سبع نقط. طب غالبا ايه اللي بيجي يا شباب؟ مش السبعه، غالبا بيجي لك، اديني حددت عشان في يوم من الايام. This is why, thank God, thank God. أشكر الله، أحمد الله، الحمد والشكر لك. ال- 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 الثقة اللي في ال- في هذا العدد اللي أنا شايفه قصادي اللي بيتابع، الثقة جت من ال- من ال- من الأجيال السابقة، عارفين، قلت لهم كل حاجة زي ما حصلت بالظبط، والأسئلة زي ما جت. غالبا هيجي لك الديستراكشن أو الريموفال اللي هي النقطة الرابعة، والريسبتورز، وطبعا لازم مع ريسبتور تقول الدواء اللي بيشتغل عليها والدواء اللي بيوقفها، يعني فايبر وريسبتور والادويه، اللي هي النقطه A 5 و6 و7.
يعني اول ثلاث نقط عشان نبقى كويسين كده اهملهم، خد 4 5 6 7 هم دول مهمين، اول ثلاثه بتقراهم للام اس كيو كده. خلصنا يا شباب، انا عارف طولت عليكم معلش، ان ده ما حبيتش اقف في النص في حته هتعمق الفهم كده. خلصنا، بشكركم على وقتكم، واتمنى كل مره ان انا ابقى يعني وقتكم ده افدتكم ولا ما ضيعتوهوش. اسمع المحاضرة مرتين، مرة بتأمل ومرة بسرعة، وممكن تجري الحاجات اللي تلاقي روحك عارفها أنا بعيدها خلاص جريها أنت، يعني مش لازم تسمع في نفس المدة، خلي عندك يعني تفاهم للقصة. بليز لابد تشترك معنا في الامتحانات وتدي روحك نمر، واكتب لنفسك كده، هات ورقة واكتب الامتحان دخلت كده، الامتحان دخلت كده، أنت رقيب على نفسك، راقب هيمشي إزاي الموضوع. بليز لازم يعني تستخدم معايا الامتحانات دي. المرة القادمة عندي مفاجأة صغيرة ليكم بإذن الله، يوم الأربعاء هنقسم إلى ساعة وربع وساعة وربع. ساعة وربع هنخلص فيهم الانترودكشن بإذن الله في المحاضرة الأخيرة، وساعة وربع التانية هنوقف 5 دقائق نقفل، بس انت ما تمشيش، ارجع تاني، ده فاصل، هنقول المحاضرة الأخيرة في الأوتونوميك، لأن أنا فاضل لي تلت أرباع ساعة بإذن الله في الانترودكشن، تلت أرباع ساعة في الأوتونوميك، ويبقى كده خلصنا من 2 برانشز في ميعاد جيد جدا ومن برانشات التقيلة. لم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق.